في غموض وأسئلة كثيرة جدا تدور حول الأمراض المناعية. عامل الوراثة، هل هو عامل حقيقي ولا ربما يتقلص في بعض الحالات المرضية؟ هل الحالة النفسية والاسترس يعمل مرض مناعي؟ يعمل. ده في مرض مناعي مشهور اسمه، يعني العيانين حتى بيقولوا أنا عندي فايبرو. اللي هو فايبروميالجيا. بالظبط، فايبروميالجيا. التليف العضلي او مرض الروماتويد التوتري او الوتري او التليف العضلي. ده مثير للاستغراب، يبقى الانسان نشط وبيشتغل وفجاه يضعف. الناس في دماغها ان الروماتويد ده روماتيزم فبتاع الناس الكبيره والست العجوزه وتيتا وجده، لا، ممكن يحصل في الاطفال. ولما بيحصل في الاطفال ويهمل، حضرتك بتلاقي طفل عنده 15 سنه او اقل ووصل لمرحلة تغيير مفصل وركب مفصل. هل المرض المناعي يعالج؟ الإجابة أنه بيعالج. بوقف نشاطه أو بأكبح جماحه؟ الإجابة آه. هل أتوقف عن العلاج في يوم من الأيام؟ الإجابة صعبة. في ناس توقفوا دي حقيقة، في ناس الجرعات قلت تماما من الأدوية ولكن ما زالوا مستمرين، في ناس مستمرين على الدواء فور لايف. يعني مثلا لو قلنا الذئبة الحمراء قد توجد بشكل بسيط جدا جدا، ونفس هذا المرض يوجد عند مريض تاني بشكل عنيف جدا. الروماتويد نفس الكلام، ممكن يكون في صورة معينة ببساطة بشكل عرضي مش سيفير وبيستجيب للعلاج، وفي أنواع أخرى منه قد تكون عنيفة جدا ومؤثرة على مستوى الأعضاء الأخرى. الدكتور تيسير عبد العال، أستاذ البطنة والمناعة الإكلينيكية بالأكاديمية الطبية، استشاري أمراض البطنة والروماتيزم والمناعة الإكلينيكية بمجموعة مستشفيات كليوباترا، عضو الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم والمناعة، عضو الرابطة الأوروبية لأمراض الروماتيزم والمناعة، عضو الجمعية المصرية لأمراض الروماتيزم والمناعة، عضو الجمعية المصرية لآلام أسفل الظهر. الروماتيزم حقائق وأوهام، عنوان لمقالة علمية نشرها الموقع الألماني الشهير دويتش فيلا، بتتناول أهم الأوهام المرتبطة بمرض الروماتيزم، وأولها فكرة إن الروماتيزم بيصيب المسنين فقط، والحقيقة إن الروماتيزم ممكن يصيب الشباب والأطفال بل وحتى الرضع. وقالت إنه في ألمانيا وحدها بيعاني حوالي 40,000 شاب وطفل من مختلف أنواع الروماتيزم. تاني الأوهام إن الروماتيزم بيصيب المفاصل فقط، والحقيقة إنه ممكن يصيب العضلات والعظام والأوتار والأعضاء الداخلية. والتالتة إنه أفضل للمصاب بالروماتيزم عدم الحركة، لكن العكس صحيح، الحركة تحت إشراف الطبيب بتساعد في الحد من تآكل غضاريف المفاصل وتقلص العضلات. وزمان في بعض المجتمعات كانوا بيغطوا المناطق المصابة بفرو القطط باعتقاد إن التدفئة بتساعد على الشفاء، والحقيقة إنه مش دايماً التدفئة مفيدة لمعالجة التهابات الروماتيزم. أما الحقيقة التي لا شك فيها هي أهمية الكشف المبكر وضرورة المتابعة المنتظمة مع الطبيب المختص. أهلاً بكم، حلقة في منتهى الأهمية. يكفي إن أنا أقول لكم إن عنوانها جهاز المناعة، وهو ده حوار الساعة. يعني هو المفروض يكون دائما حوار الساعة، وكل الأوقات لازم نهتم جدا بالإميون سيستم. الإميون سيستم واحد من أكثر المواضيع الطبية تعقيدا في فهمه، ومن أكثرها أهمية وارتباطا بالكثير من المشكلات. للأسف ربما الثقافة، ودي حقيقة، مش بس الثقافة على مستوى الشعب، على مستوى المصابين بالمشاكل المرضية، لا، ده كمان في الثقافة في على مستوى البرانشات الأخرى، الفروع الطبية التي ينبغي أن تفهم أن هذا إميون رياكشن، أو أن هذا إميون سيستم ديفكت، أو أن ده مرض مناعي، فأنا لازم أشوف زميلي المتخصص فيه يبدأ يتعامل مع المشكلة. في غموض وأسئلة كثيرة جدا تدور حول الأمراض المناعية. عامل الوراثة، هل هو عامل حقيقي ولا ربما يتقلص في بعض الحالات المرضية؟ ليه بعض الحالات تكون زي ما بيقولوا مجرد أعراض محدودة ملهاش مخاطر كبيرة والأمر يمر في نفس الحالة المرضية؟ يعني مثلا لو قلنا الذئبة الحمراء
قد توجد بشكل بسيط جدا جدا، ونفس هذا المرض يوجد عند مريض تاني بشكل عنيف جدا. الروماتويد نفس الكلام، ممكن يكون في صورة معينة ببساطة بشكل عرضي مش سيفير وبيستجيب للعلاج، وفي أنواع أخرى منه قد تكون عنيفة جدا ومؤثرة على مستوى الأعضاء الأخرى، تؤثر على مستوى الكلوي، تؤثر على خلايا الدم. هذه الأسئلة اللي عليها علامات استفهام. طبعا في عصر الكورونا بيفرض نفسها قيمة الأجهزة الجهاز المناعي، وطبعا السؤال اللي انتوا بتفكروا فيه دلوقتي هو الجهاز المناعي فين بالظبط؟ مكانه مين المسؤول عن المناعة في جسم الإنسان؟ هل هو النخاع ولا الكبد ولا الطحال ولا كلهم مجتمعين؟ الجهاز الليمفاوي أو الغدد الليمفاوية إيه دورها في الموضوع؟ هل علاقة الجهاز المناعي ومشاكله بالإصابات بفيروسات معينة تلعب دور غير الكورونا قبل ذلك له دور معين؟ ارتباط جهاز المناعة وأمراض المناعية بأنماط معينة في الشفرة الوراثية؟ أسئلة كثيرة جدا تدور حول الموضوع المهم قوي اللي أكيد جذب انتباهكم. عنوانه بس، مش بس اللي أنا قلته دلوقتي، العنوان بحد ذاته هو حديث الساعة، هو حديث العالم الآن. جهاز المناعي ما له وما عليه، كل ما يدور حوله في حوار. أنا بيسعدني جدا يكون مع قمة علمية كبيرة واسم كبير في هذا المجال، وأكيد هنستمتع بحوار علمي على أرقى مستوى، وهنفصل كثير من النقاط الهامة جدا، القيمة العلمية الكبيرة والاسم المتميز الأستاذ الدكتور تيسير عبد العال، أستاذ الأمراض الباطنية والمناعة الإكلينيكية بالأكاديمية الطبية، واستشاري أمراض الباطنية والروماتيزمية والمناعة الإكلينيكية بمجموعة مستشفيات كليوباترا، عضو الكلية الأمريكية للروماتيزم والأمراض المناعية، وعضو الرابطة الأوروبية لأمراض الروماتيزم والمناعة، والجمعية المصرية لأمراض الروماتيزم والجماعة والمناعة، وعضو الجمعية المصرية لآلام أسفل الظهر اسم القدير. نورت فندم وشرفت. أهلا بيك فندم. أهلا بيك دكتور عين. العنوان شد انتباهي أنا، وأكيد دلوقتي الناس كلها تقول هو ده بقى حوار الساعة. وفعلا كلمة الجهاز المناعي هو حوار الساعة، بحكم كان المفروض يكون كل ساعة، لكن فرضت الكورونا أن يكون هذا هو حوار الساعة الآن. ما هو جهاز المناعة؟ كيف يعمل؟ أين موقعه بالضبط في جسم الإنسان؟ وحضرتك جهاز المناعة جهاز معقد جدا، ومن الأجهزة اللي ربنا أنعم بها علينا تواجدها في الجسم. جهاز المناعة ما هوش عضو محدد زي مثلا الكبد أو الطحال فهنقول هو ده مكانه. جهاز المناعة مكون في تقسيمته إلى ثلاث أجزاء رئيسية. جهاز فيزيكال أو جزء فيزيكال محسوس اللي هو الجلد، وده أكتر جهاز مناعي أو عضو مناعي موجود في جسم الإنسان، بالبلدي بيقينا من العدوى الخارجية بتركيبته المعقدة بخلايا المعقدة، والجلد جهاز مناعي مهم جدا. يلي في الحاجات اللي ممكن الناس يكونوا عارفينها، اللوز، الطحال، الغدد الليمفاوية، الجهاز الليمفاوي، الزايدة. دي أجزاء محسوسة ممكن أقول إن دي جزء من جهاز المناعة. في جزء مهم جدا اللي هو جزء الخلوي، اللي هو ربنا أنعم علينا بخلايا وظيفتها هي خلايا مناعية، وهي اللي بتشتغل وهي اللي بتدافع عن الجسم. في جزء تاني اللي هي المحركات الخلوية، وده جزء قد يكون أكثر أهمية من دور الخلايا. فكده لو قسمنا الجهاز المناعي هنلاقيه ثلاث حاجات، جزء منه الجزء الملموس أو المحسوس أو المعروف، الجلد والأعضاء المحسوسة منه، والخلايا والمحركات الخلوية. الناس مش هتفهم يعني محركات خلوية. محركات خلوية يعني مواد موجودة داخل الجسم وظيفتها إنها تتفاعل مع الخلايا وتحفز الخلايا، أو العكس إن الخلايا تفرز هذه المحركات وهذه المحركات تأثر على خلايا أخرى تؤدي إلى إن جهاز المناعة يشتغل. فجهاز المناعة ليه دور اللي هو الدفاع عن الجسم، ده رقم واحد، إن هو يدافع عن الجسم. وده ممكن يرجعنا لكلمة إميون جت منين أساسا. كلمة إميون في العصر اليوناني القديم كانوا بيقولوها على الناس اللي خلصوا الخدمة العسكرية، وعلى الناس اللي كان أياميها في ضرائب أو عليهم ضرائب في ذلك التوقيت، فيقولوا إن الناس دول بقوا إميون، خلاص دول دفعوا الضرائب فبقوا إميون، أو الناس اللي خلصوا الخدمة العسكرية بقوا إميون.
فطلعت كلمة إميون وانتقلت تدريجيا لحد ما قلنا إن إميون دي تعني حصانة أو مناعة، فده أساس كلمة إميون جت منين. وده يرجعنا بقى لحتة إنه جهاز المناعة بيعمل إيه، هو جهاز المناعة إيه شغله في جسم الإنسان. الدفاع ده رقم واحد، أو الحصانة رقم واحد ضد هجوم الميكروبات بجميع أنواعها، بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أيا كان. حاجة تانية إنه يخلص الجسم من بقايا الخلايا اللي ليها عمر افتراضي داخل الجسم، يعني خلايا الدم الحمراء ليها عمر افتراضي، الصفائح ليها عمر افتراضي، بالبلدي الخلايا الميتة، الخلايا الميتة دي لها عمر افتراضي داخل الجسم، ده دور جهاز المناعة إن هو يتخلص منها. في دور آخر مهم جدا لجهاز المناعة، وده ليه رابطة مع تخصص آخر اللي هي الأورام، إنه أحد الأدوار الرئيسية لجهاز المناعة إنه يحافظ على الخلايا في انقسامها الطبيعي، ما تتحولش إلى خلايا سرطانية. فعشان كده أحيانا بيبقى في رابطة ما بين المناعة والأورام، أو المناعة وبعد الشر طبعا عن الناس السرطانات. فدور جهاز المناعة الوقاية والحماية، دور جهاز المناعة إنه يتخلص من الخلايا الزائدة اللي عمرها الافتراضي في الجسم انتهى، دور جهاز المناعة إنه ما يحولش الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية في دورات انقسامها. دي الأدوار الرئيسية لجهاز المناعة. السؤال دايما الفهرس أو المجموعة المرضية المرتبطة بنسميها إحنا الأمراض المناعية. تمام. أمراض المناعة مقسمة إلى ثلاث أقسام رئيسية كبيرة، وتحتها طبعا أقسام تانية. جهاز المناعة هو ربنا خلقه إن هو زي الميزان. طب جهاز المناعة لو زاد ده مرض، إن هو يحصل هايبر أكتيفيتي أو زيادة في المناعة. والمثل الشهير للقصة دي الحساسية، إن أنا ممكن أتعرض لحساسية دوائية أو حساسية من مؤثر خارجي، فيحصل رد فعل عنيف من جهاز المناعة تبان في اللي الناس كلها عارفينه، اللي هو الحساسية واللي بيحصل في الجلد والشكل ده، أو حتى الأزمة اللي ما أقدرش أخد نفسي. طب جهاز المناعة لو هبط، ده مرض آخر اللي هو هبوط جهاز المناعة، أشهرهم الإيدز، ده هبوط جهاز المناعة. طب إن بتوين لا جهاز المناعة زاد ولا جهاز المناعة هبط، خلل في جهاز المناعة. جهاز المناعة زي الميزان حصل فيه خلل، هذا الخلل هي مجموعة من أمراض المناعة اللي هي الأمراض المناعة الذاتية، اللي هي الأوتو أميون ديزيز، المناعة الذاتية. يعني إيه كلمة ذاتية؟ إنه جهاز المناعة ما بيتعرفش على الأجزاء الداخلية للجسم كحاجة طبيعية، بيتعرف عليها كجسم غريب، وبالتالي بيبتدي يدافع عن الجسم، يحصل الخلل المناعي. فالأمراض مقسمة لثلاثة، يا إما زيادة يا نقصان يا خلل في الجهاز نفسه. خلل في الجهاز هو تقريبا هو قلب الحدث، هو قلب الحدث. الحوار بالزبط. نفسه بالزبط. وأشهرهم أسماء، بس لأنهم أسماءهم كثيرة قوي. تمام. مين الأشهر؟ أشهر حاجة خالص الروماتويد. الروماتويد، مرض الروماتويد المفصلي، أو باللغة العربية اسمه التهاب المفاصل الرثياني، ده باللغة العربية الفصحى، هو التهاب مناعي في المفاصل، ده أشهر مرض. مشهور مرض آخر لو زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، مرض الزئبة الحمراء. مشهور أمراض أخرى بقى اللي هي التهاب مناعي في دي بقى نحط جنبيها كل أعضاء الجسم، التهاب مناعي في الأوعية الدموية، التهاب مناعي في الكلى، التهاب مناعي في أغشية القلب، التهاب مناعي في الأغشية المحيطة بالأعضاء الداخلية، التهاب مناعي في النسيج اللي موجود بيسموه النسيج الضام. فأشهرهم الروماتويد والزئبة الحمراء، دول أشهر مرضين معروفين أو أشهر مرضين في الأول خالص اتعرفوا، الروماتويد المفصلي والزئبة الحمراء. ما يميز هذه الأمراض كلها عندما نفتح الصفحة الأولى فيها الأسباب غير واضحة، دايما يقولوا أنون، غير معلوم السبب، وكلمة غير معلوم بتفرض غموض، وفي نفس الوقت نهم علمي، لأنه نبحث دايما عن عوامل، عن نظريات، ارتباطات، وهذه أمور قوية ومهمة جدا. هو مازال حتى وقتنا الحالي ليه بيحصل مرض مناعي أو الأوتو أميون ديزيز اللي هي أمراض المناعة الذاتية، ملهاش سبب واضح. إنما في نظريات وفي دراسات وفي أبحاث وفي يعني زي نشرات في مجلات عالمية ودولية اتكلمت كتير في إيه أسباب أمراض المناعة، لأنه لو عرفنا السبب هنعالج الموضوع من أساسه. الأسباب مفيش سبب محدد حضرتك تقدر تمسكه أو نقدر نقول هو ده، إنما زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، هل في عوامل وراثية؟ دي دراسات، في دراسات أثبتت وفي دراسات نفت في بعض الأمراض وفي بعض الأمراض. هل أسباب هرمونية؟ قد يكون هرمونات الذكورة أو الأنوثة ليها سبب في الموضوع، فعشان كده بنلاقي مثلا في مرض زي الروماتويد إنه أكثر في السيدات عن الرجال بنسبة 3-1،
مرض الذئبة الحمراء أكثر في السيدات عن الرجال 9-1. مرض تيبس الفقرات المناعي أكثر في الرجال عن السيدات. فربطوا الموضوع شوية، قالوا إن الهرمونات ممكن تكون ليها دور في الموضوع. طب هل العدوى الفيروسية هل ممكن أتعدي من فيروس في توقيت ما، وهذا الفيروس يؤدي إلى خلل في جهاز المناعة، يؤدي إلى مرض مناعي، مناعة ذاتية؟ وارد يحصل وموجود. هل تغيرات الطقس والمناخ، إنه من صيف لشتاء أو العكس، هل ده يؤثر على جهاز المناعة وقد يؤدي إلى ظهور مرض؟ يحصل. هل الحالة النفسية والاسترس يعمل مرض مناعي؟ يعمل. ده في مرض مناعي مشهور اسمه، يعني العيانين حتى بيقولوا أنا عندي فايبرو، اللي هو فايبروميالج. بالظبط، فايبروميالج، التليف العضلي او مرض الروماتويد التوتري او الوتري او التليف العضلي. ده مثير للاستغراب. يبقى الانسان نشط وبيشتغل وفجاه يضعف. هو المشكله ان المريض على حق، المريض فعلا عنده الم، ولكن حضرتك لما تعمل له تحاليل اغلبيه التحاليل بتبقى كويسه. فاحيانا في الوسط بتاع المريض لا يصدق، وغالبا بيبقوا سيدات او اناث غالبا. فبتتهم السيده او بالدلع او ان انت مش عيانه. بالظبط. والموضوع على فكره ممكن ياخد وضع اجتماعي مش كويس، وده حصل يعني، شفنا عيانين كده. هي السيده او الفتاه فعلا على حق، هي عندها الم، والم معيق ليها، الم معيق لحياتها، الم معيق لشغلها، الم معيق لدراستها او للجامعه او او او، ولكن مش محسوس للطرف المحيط بيها. انما ليه اسلوب في الفحص، ان نقدر نعرف انه باسلوب فحص معين ان انا عندي هذا المرض، وليه علاجه وليه ادويته اللي تقلل منه. فده احد النظريات اللي هي الحاله النفسيه ممكن تعمل فعلا. ممكن تعمل. هروح للاشكال المرضيه، المشاكل اللي بتسببها الخلالات المناعيه عامه. الاتجاه الرئيسي في خلل جهاز المناعه انه بيصيب اعضاء الجسم كلها. يعني لو خدنا مثلا الروماتويد، هو ما هواش مفاصل زي ما حضرتك برضو تفضلت في المقدمة، لا ده كل أعضاء الجسم ممكن تصاب. في جزء مشهور المفاصل، ولكن في أعضاء أخرى. الذئبة الحمراء هل بتصيب الأعضاء الداخلية للجسم والأوعية الدموية، وتبان على المريض في شكل بيسموه الفراشة الحمراء، لأنه بيظهر حوالين منطقة الخدود والمنطقة اللي جنب الأنف بشكل معين، فسموه الفراشة الحمراء. ولكن هل هو بيصيب الأعضاء الداخلية؟ يصيب الأعضاء الداخلية. هل يصيب خلايا القلب؟ يصيب خلايا الرئة؟ يصيب. فأمراض المناعة أمراض متشابكة بين كل التخصصات الطبية، ودي نقطة في منتهى الأهمية في الحقيقة، أنه هل دكتور الصدر ودكتور الغدد ودكتور البطنة ودكتور الأوعية الدموية ودكتور جراحة المخ والأعصاب ودكتور العصبية ودكتور العمود الفقري، هل كل دول بيبقوا مهمين في موضوع المرض المناعي؟ مهمين. هل لازم يبقوا ملمين ان المريض اللي جاله قد يحتاج زي ما حضرتك تفضلت لدكتور مناعه؟ مهم، لانه الاسوء قد يحدث. المريض ممكن يجي بشكوى بسيطه، والشكوى البسيطه يبقى فيها ريحه مرض مناعي وتغيب عن الدكتور، او تغيب عن دكتور لسه صغير او متخرج. فده بيؤدي الى عواقب وخيمه للمريض فعلا، قد تؤدي الى تغيير مفصل مثلا من ضمن المشاكل، او ان انا اعمل بيسموها ايتروجينيك، اللي هو ان انا عملت تدخل ما كانش ليه لازمه في مريض كان ممكن يعالج دوائيا. النقطه دي لازم نقف عندها شويه. الكلام للمتخرجين حديثا للجونيورز، لو انت عندك حاله دي مش عارفه ما كتبتش في الطب، حاله اسمها انه انا ارى الدنيا كلها من خلال تخصصي بس، يعني مريض جاي لي عنده مشاكل في الكلى، الحياة بالنسبة لي هي الكلى فقط. تمام. لا غير، ولا أنظر لأي فرع تاني، أنا ما ببصش غير للكلى والكلى والكلى. لازم تتعالج حضرتك نفسيا. أنا بتكلم بقى كلام. تمام. يمكن الجيل بتاعنا عارف، لكن الجيل القديم، الجيل الجديد، الجديد بعضهم يعني مصاب بحالة كده بنسميه الأنانية التخصصية، إن أنا شايف إن أنا، لانه ممكن تلاقي الكلى جايه هي اللي فيها المشكله، لكن اساس المشكله ذئبه حمراء. مظبوط. فلازم يحول كلام حضرتك مظبوط لتخصص المناعه لحضرتك عشان نعالج الذئبه الحمراء. ازاي نشخص الحالات دي؟ هو المرض المناعي بيبقى ليه اغلبيه امراض المناعه طبعا المشهوره بتيجي في سن من 15 20 سنه الى سن 45 سنه. يعني حتى في الامهات الكتب اللي هي الخاصه بالمناعه والروماتيزم بيقولوا سن الخصوبه لدى السيدات ولدى الرجال، عشان كده نظرية الهرمونات كانت جزء في أساس المرض المناعي.
فلما انا كدكتور جونيور لسه صغير والاقي انه في زلال في البول في 15 سنه او 16 سنه او 20 سنه لمريض، انه مش متوقع انه مريض او عمر 15 سنه يحصل له مشكله في الكلى اللي هي كرونيك، ان انا نتيجه ضغط فحصل لي مشكله في الكلى او نتيجه سكر مزمن فحصل لي مشكله في الكلى، فبس ادي الارم انه قد يكون في مشكله مناعيه، مش لازم اشخصها، ممكن نستشير راي، ناخد راي زميله دكتور المناعه الجونيور، ما فيش مشكله، هيبقى اكثر خبره شويه في المنطقه دي، هيطلب تحاليل اكثر دقه شويه من التحاليل المعتاده، لانه ممكن ينقذ مريض في الوضع ده، دي حقيقه. ومرض الذئبه الحمراء زي ما حضرتك تفضلت انه ممكن يبتدي بفشل كلوي، يعني ممكن بدايه التشخيص فشل كلوي، وممكن بدايه التشخيص مجرد انه هالات حمراء حوالين الوجه في مناطق معينه، الم بسيط في المفاصل، اطراف الاصابع بتزرق في الشتاء، ممكن يبتدي كده مرض الذئبه الحمراء. ممكن مرض الذئبه الحمراء يبتدي بنوبه تشنج او صرع، فيجي مريض 20 او 25 سنه ودخل المستشفى بنوبات صرع، وبالتالي دكتور العصبية الجونيور شخصه ان هي نوبات صرع، وعملنا له رسم مخ وعملنا له رنين، ورنين طلع كويس ورسم المخ طلع كويس. لازم ادي الارم، يعني ليه 20 سنة؟ يعني مرض الصرع مرض المفروض بيجي من الطفولة، ليه وهو عنده 20 سنة جاله صرع؟ المريض مش سخن، المريض ما عندوش مرض مزمن، ليه جاله نوبات تشنج او نوبات صرعية استدعت دخوله المستشفى؟ يبقى في الارم هنا لازم يتحط، الالارم ده علامات منذرة بالظبط، ده بيؤدي الى انه تشخيص سليم للمريض. وفي الوضع ده يعني بفضل ربنا انه الادويه موجوده، والادويه يعني من اول ادويه بسيطه الى ادويه اكثر تقدميه اللي بيسموها علاج بيولوجي موجوده، وموجوده في السوق المصري ومفيش منها مشاكل، والاعراض الجانبيه ليها محدوده، يعني بتتابع، بنتابع الوظائف العامه للجسم، من صوره الدم وظائف الكبد الكلى بتتابع للمريض، فمفيش منها مشاكل، بس يتشخص بدري تفرق كتير. ايه اساليب الاساليب العلاجيه العامه في التعامل مع مشاكل مناعيه؟ اول دواء مشهور واللي المرضى بيخافوا منه كورتيزون، يعني ده اول دواء مشهور، وحضرتك لما بتقول للمريض يعني المريض بيجي يطلب ما تدينيش كورتيزون، يعني ده هو الطلب كده. احنا عندنا استنباط يا فندم، يعني مش بس كده، في عندنا احنا ممكن نجمعها بقى، جمعوا معايا كده، مرضى اللي بيقولوا ما تدينيش، اول حاجه ما تدينيش كورتيزون، ما تدينيش انسولين، ما تدينيش دواء ضغط، وما خدش بخاخه، ما تدينيش بخاخه هتعود عليها ما تلبسنيش نظاره ما هو الـ 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 المريض بيجي يقول كده فعلا، دي حقيقه، ما تدينيش كورتيزون. هو الكورتيزون الاسم الـ يعني اللي الناس فاهمينه ان الكورتيزون دواء مخيف، دواء مرعب، دواء قد يؤدي الى ضغط، يؤدي الى قرحه في المعده، يؤدي الى هشاشه في العظام، دي أعراض جانبية موجودة للكورتيزون، ده حقيقة، ولكن بجرعات إيه؟ والفترة الزمنية قد إيه؟ وأنا أديته ليه؟ يعني هل أديته كورتيزون علشان حاجة أعدل بيها اللي هو بيسموه مثبط للمناعة أو مضاد التهاب في أمراض مناعية ولا لأ؟ وجرعاته قد إيه؟ وجرعاته بتتحسب بالنسبة لوزن المريض، بالنسبة لحالته المرضية، ليه جرعات معينة، وبالتالي مفيش منه خطورة طالما أندر كنترول. يعني هل في مرضى مشيوا على الكورتيزون، عايز اقول لحضرتك 30 و40 سنه بجرعات بسيطه ومفيش منه مشاكل اطلاقا، وهو مريض ضغط وهو مريض سكر، ممكن ناخد جرعه صغيره بيسموها ميني دوز، اللي هي بالبلدي ساند بيها جهاز المناعه نسبيا انه ما ينشطش، ولكن مش مؤثر على المرض الرئيسي للمريض. من الحاجات التانية المشهوره برضو اللي هي في بدايه العلاج، انه انا جالي الام في المفاصل، مفاصلي وجعتني، صحيت من النوم مفاصلي متيبسه او وجعاني، فباخد مسكنات، ده من بجميع صورها. هل الوضع ده ممكن اقعد سنين اخد مسكنات؟ الاجابه هل الوضع ده بقى سيء؟ ده وضع سيء جدا، ان انا اقعد سنين اخد مسكنات عشان الم في المفاصل بدون ما استشير طبيب، او بدون حتى ما ارفع سماعه التليفون واسال دكتور صاحبي او زميلي، ان انا بقوم من النوم مخشب بس باخد مسكن مضاد التهاب معين ببقى كويس والدنيا جميله. وده يرجعنا لحاجه تاريخيه كده بسيطه، الاسبرين من اشهر الادويه اللي كانوا بتتعالج بيها امراض المناعه زي الحمى الروماتيزميه بتاعه القلب. ان الراجل اللي اكتشف الاسبرين ده راجل الماني كان شغال في شركه من شركات الادويه المشهوره حاليا، ووالده كان عنده التهاب في المفاصل، وكان بياخد السلسليك اسيد اللي هو الاصل الاسبرين اللي هو الماده الفعاله، الماده الفعاله، وطعمه كمر جدا، فوالده ما كانش بياخده،
فالعالم الكيميائي اجتهد لحد ما حوله الى اسيتايل سلسليك اسيد اللي هو الاسبرين المعروف، وطبعا كانت ثوره في علم الامراض الروماتيزميه كلها ان احنا ناخد الاسبرين. هل الاسبرين بيتاخد كمسكن او كمضاد التهاب او مخفض الحراره؟ اه بيتاخد، بس برضو بجرعات ايه. ده يقودنا بقى من اول الاسبرين والمسكنات والكورتيزون الى الادويه الاكثر تقدميه اللي هي بيسموها ادويه مثبطات جهاز المناعه. هي مش بتهبط جهاز المناعه، هي بتعدل جهاز المناعه، بتكبح جماحه. بتكبح جماحه بالظبط كده، ان جهاز المناعه ما ينشطش. هل الادويه في مسمياتها ادويه جزء منها بيعالج الاورام والسرطانات؟ اه نفس الادويه بنفس المسميات، ولكن الجرعات مختلفه تماما، وبالتالي مفيش اي خوف من ان انا اخدها طالما هي اندر كنترول وباستشاره الطبيب، بيدي الجرعات المعينه، بنتابع الوضع العام للجسم، التحاليل العامه، الكشف الدوري، وبالتالي مفيش منها اي مشاكل ان نمشي عليها حتى سنوات. طيب هل في اجيال اكثر تقدميه اللي هو العلاج البيولوجي باجياله؟ دي اه موجوده. وده يقودنا لحته ثانيه بقى، امتى استخدم العلاج؟ فالمنظمات الدوليه الخاصه بالامراض الروماتيزم والمناعه طلعوا مصطلح اسمه تريت تو تارجت، يعني اعالج للهدف، اللي هو بالبلدي اضرب الهدف. فممكن استخدم علاج بيولوجي اللي هو اكثر تقدميه في مرض لسه بادي، ده وارد، وممكن استخدم علاج تقليدي تماما في مرض لسه بادي، ده وارد برضو. مين من مين؟ دي الدكتور اللي بيحددها، لانه ساعات المريض بيجي يقول لحضرتك انا عندي روماتويد او عندي زبعه حمراء او عندي التهاب مناعي في الاوعيه الدمويه وعايز اخد علاج بيولوجي عشان اخف بسرعه. يعني دي ده مصطلح خاطئ في الحقيقه. هو يناسبك ولا لا؟ هل وضعك العام يسمح ان انا ادي علاج بيولوجي ولا لا؟ ولا الادويه التقليديه ممكن اخدها والامور تمشي بشكل كويس؟ الادويه البيولوجيه اه علاج غالي، مش مشكله التكلفه، ولكن هل انا بحاجه اليه ولا لا؟ دي تفرق كتير. يعني لو حطينا ميكروسكوب على الروماتويد كاشهر واحد، اشهر مرض فيه وهو اشهر زي ما بيقولوا عمده العائله او يتنازعها مع الزئبة الحمراء، لكن يظل الروماتويد هو الاساس اشهر نسبيا. كيف يشخص خطوره اهمال علاجه؟ لان في ناس كتير عندها روماتويد بتهمل علاجه. دي حقيقة. مرض الروماتويد المفصلي هو من اسمه هو التهاب مناعي مفصلي في المفاصل. المفصل في انواع من المفاصل في الجسم. المفاصل الرئيسيه اللي بتصاب من مرض الروماتويد هي المفاصل اللي ليها غشاء اسمه الغشاء الصينوفي، لان هو المرض بيجي في هذا الغشاء. هو غشاء بيبقى محيط بالكارتليج او الغضاريف اللي تحت الغشاء، وتحتيها في العظم اللي هو المفصل اللي بيتحرك، مفصل الركبة، مفصل الكتف، مفصل الكوع. دي المفاصل الرئيسية أو مفاصل الأصابع. أي مفصل بيتحرك ده مفصل في غشاء صينوفي، بيجي التهاب في هذا الغشاء الصينوفي. الغشاء الصينوفي ليه وظيفة، أنه يحافظ على نعومة المفصل، أن المفصل يبقى بالبلدي مصنفر وناعم ويتحرك بدون مشاكل. هو يحتوي على سائل كمان بيدي لزوجة. بالظبط. والغشاء ده مسؤول عن إنتاج هذا السائل. لما يحصل التهاب مناعي في هذا الغشاء بيبتدي السائل ده يزيد، لأنه بيطلع جزء منه من الغشاء، يبتدي يضغط على الأنسجة اللي حواليه، يبتدي تدريجيا جهاز المناعة ينشط، يتحول إلى مرض الروماتويد، يبتدي تدريجيا يأكل في الغضاريف، يبتدي تدريجيا يصل إلى العظام، يبتدي تدريجيا يأثر على الأنسجة المحيطة بالمفصل، ويؤدي في الاخر اللي هو اهمال العلاج بقى الى ان المفصل نفسه ياخد وضع مش الطبيعي بتاعه، اللي هو المفصل يتعوج. يعني زي الصوره حضرتك اللي هي على اليمين، هنلاقي انه المفاصل ابتدت اللي على الشمال دي الصوره الطبيعيه تماما، دي المفاصل الطبيعيه. اللي على اليمين ده المفاصل اللي في الايد ابتدت تاخد وضع وزاويه مش بتاعه الشكل الطبيعي. ده غصب عن ايد عن الانسان، يعني الانسان مش قاصد، لا مش متحكم فيها، لا المفصل نفسه خد زاويه اخرى، خد زاويه اخرى لان العظم اتاكل، الغضروف اتاكل، الاربطه اللي حوالين المفصل حصل فيها مشكله، العضلات اللي حوالين المفصل ابتدت تاخد وضع معين. بالظبط. الوضع ان احنا نصل للشكل ده يعني حقيقه ما بقاش موجود حاليا بهذا الشكل. زمان لما كان الامراض دي بتقعد فتره طويله عشان تشخص، كنا بنصل للشكل بتاع ان البون العظم يتاكل، ان المفصل يحصل فيه الاعوجاجات اللي موجوده دي. تغيير مفصل، قد نصل الى تغيير مفاصل، قد نصل الى عمليه تثبيت للمفصل عشان ياخد زاويه معينه. حاليا الوضع ده ما بقاش موجود بشكل كتير مع تقدم وسائل التشخيص، وسائل العلاج، الاورينتيشن حتى او وعي الناس ابتدى يختلف شويه.
الصورة دي يعني أنا جبتها لحضرتك علشان دي مفصل صناعي، أحد المضاعفات اللي ممكن تحصل في مرض روماتويد في أطفال أو في سن صغير. إنه هل الروماتويد بيحصل في الأطفال؟ بيحصل في الأطفال، وهو ليه اسم اللي هو جي اي اي او جي سي اي اللي هو جوفينايل كرونيك او ايديوباثيك ارثرايتس. ده بيحصل في الاطفال مرض الروماتويد، بيحصل. الناس في دماغها ان الروماتويد ده روماتيزم فبتاع الناس الكبيره والست العجوزه وتيتا وجده، لا، ممكن يحصل في الاطفال. ولما بيحصل في الاطفال ويهمل، حضرتك بتلاقي طفل عنده 15 سنه او اقل ووصل لمرحله تغيير مفصل وركب مفصل. فحضرتك يعني تحولت طفل من انه كان ممكن يتعالج الى طفل مركب مفصل. الصوره دي لاحد مشاكل الالتهابات المناعيه عموما، منها الروماتويد اللي هو التهاب مناعي في الاوعيه الدمويه والجلد، يحصل بهذا الشكل بالظبط. هل الشكل ده موجود داخل الجلد فقط؟ الاجابه لا، ده ممكن يتواجد داخل الاوعيه الدمويه اللي في المخ، يبقى التهاب مناعي في الاوعيه الدمويه في المخ، اللي هي تؤدي الى جلطات، تؤدي الى غيبوبه، إغماءات. تؤدي الى اغماءات. انا شفت حالات بتقع مره واحده ويقوم عليها مره واحده كده، ممكن يحصل جلطه في القلب، والناس بتفتكره في الاول انه صرع، مشكله كهربت المخ بالظبط، يطلع في الاخر التهاب اوعيه دمويه مظبوط. وفي القلب سن شباب حضرتك تلاقي يعني 20 سنه او 25 سنه جري على المستشفى عشان توقف في عضله القلب، ده لازم يدي الارم برضه. ليه 20 سنه جاله سكته قلبيه يعني؟ والأسوأ تكرار ان انا يحصل لي جلطه في القلب. يعني في مرضى بيجوا 3 مرات وهو سن 20 25 30 سنه، ومنهم بنات. يعني حضرتك بتلاقي ناس، وده مش منطقي قوي في اناس ان يحصل فيها جلطه في القلب في سن صغير، في سن صغير ومركبه دعامه واثنين ومرتين وثلاثه، ده الارم برضو انه لازم اشوف ليه بيحصل، ايه السبب. غالبا بيبقى وراها التهاب مناعي في الاوعيه الدمويه بتاعه القلب المغذيه لعضله القلب، سندرومات تكياسو كاوازاكي دي اللي بتيجي في الاطفال. دي اللي بتيجي في الاطفال، الحاجات دي كانت نادره بس بقت موجوده. لا موجوده موجوده موجودة. كانت موجودة. نادره كانت نادرة. او يمكن ما كناش، وده يقودنا للحته هي ما يمكن مش نادره، ما كناش بنشخص. ايوه ما كنتش بتشخص. انه هل في شكل من اشكال الكوازاكي اللي هو التهاب مناعي في الاوعيه الدمويه بشكل معين في القلب في الاطفال موجود ما بعد الكورونا؟ موجود. يعني ده احد الابحاث العلميه اللي طلعت او اللي اتنشرت، انه في احد اشكال الكوازاكي ابتدى يحصل ما بعد عدوى الكورونا للالتهاب في الاوعيه الدمويه، الالتهاب اوعيه دمويه اللي هو الكوازاكي ديت ما بعد الكورونا. احنا قلنا ده كلام صعب جدا حتى على مستوى الاطباء. يعني في ناس كتير دلوقتي من شباب الاطباء اول مره يسمعوا عن السندرومات دي او المتلازمات دي. لو اهمل العلاج سيكون العقاب شرس، وربنا يبعد عن الناس كلها، قد يؤدي الى 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 يعني الأسوأ طبعا، شرس جدا جدا لو اهمل العلاج. دي حقيقه يعني 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 المضاعفات اللي هي انه مفصل في الروماتويد يتعوج، مضاعفات بسيطه بالنسبه لما قد يحدث. احنا بنتكلم في جلطات، بنتكلم في 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 توقف عضله القلب، بنتكلم في الأسوأ ممكن يحدث، فشل كلوي ممكن يحدث، فشل في التنفس نتيجة تليف في الرئة ممكن يحدث، فقدان بصر نتيجة التهاب مناعي في الأوعية الدموية. بالضبط. في أحد أشكال الأمراض أو أحد أو مش أحد يعني مجموعة من الأمراض المناعية ممكن دي بنسبة بسيطة يتحول إلى ورم في الخلايا الليمفاوية، فالأسوأ ممكن يحدث لو أهملنا العلاج. وعشان كده انه لازم يبقى فيه تيم. يعني حتى لو دكتور المناعه واستشاري المناعه شك ان المريض ماشي في سكه قد يتحول الى حاجه ورم خبيث، لازم يستشير دكتور الاورام في الموضوع. لو لقى ان في مشكله في الدم وان ممكن يتحول الى احد اشكال اورام الدم، لازم نستشير دكتور امراض الدم. لو لقى ان في مشكله قد تتحول الى فشل في الكبده او فشل في الكلى او فشل في الرئه، لازم يبقى في تعاون، ولازم التعاون ده يبقى موجود، لانه المرض فعلا او المرض المناعي هو مجموعه تخصصات مش تخصص واحد، دي حقيقه. سؤالين نهائيين، يعني مش عايز انتهي والموضوع ما لهوش نهايه، لان احنا بنقدر ده مجرد افتتاحيه، لكن سؤالين نهائيين، هل يعود المرض المناعي بعد توقف الاساليب العلاجيه؟ هو الفكره انه من اللي موجود في العيانين على ارض الواقع، ومن اللي موجود في اللي نشر في الابحاث العلميه، هل المرض المناعي يعالج؟ الإجابة أنه بيعالج. بوقف نشاطه أو بأكبح جماحه؟ الإجابة هل أتوقف عن العلاج في يوم من الأيام؟ الإجابة صعبة، في ناس توقفوا دي حقيقة،
في ناس الجرعات قلت تماما من الادويه ولكن ما زالوا مستمرين، في ناس مستمرين على الدواء فور لايف. مين من مين دي ما حدش يقدر يعرفها، انما هل في ناس توقفوا تماما عن العلاج وكل سنه سنتين بيجوا يتابعوا مجرد انه انا عشان اتقرصت قبل كده فحصل لي حاجه فجاي اتابع وبنعمل له التحاليل ونطمنه ان ما فيش مشكله؟ اه ده حصل. هل في ناس بيستمروا على جرعات صغيره من الادويه؟ الاجابه اه. هل في ناس مكملين على نفس على الادويه؟ اه مكملين. اه يعني الثلاث كاتيجوريز موجودين، بس حضرتك ما تقدرش تحدد مين من مين لان ده سؤال مشهور. انا هاخد الدواء قد ايه وهبطله امتى؟ فالاجابه بتبقى بنتابع. السؤال الاخير، ما هو الشيء المعتقد الفتيه الدماغ الشعبيه المرتبطه بشيء تتمنى ان ينتهي؟ فكرة معينة بتيجي لحضرتك انت نفسك في يوم من الايام تصحى ما تسمعهاش تاني؟ هو في حاجتين في الحقيقة من يعني لسه كان امبارح او اول امبارح حاجة شبيهة. موضوع الحمى الروماتيزمية، موضوع الحمى الروماتيزمية التحليل الشهير ليه اللي هو الـ ASOT اللي هو الاجسام المضادة للميكروب العنقودي. طفل عنده اقل من 15-16 سنة بيشتكي انه مفاصلي بتوجعني يا مامي، او بصحى من النوم تعبان، او بلعب كوره، او راجع من المدرسه تعبان. فاول رد فعل ان انا اعمل له هذا التحليل، نلاقي التحليل طالع برقم معين، فنجري على طول ان احنا ناخد البنسلين، وهو علاج صحيح ما فيهوش نقاش طبعا. بس هل الطفل فعلا عنده حمى روماتيزميه ولا لا؟ دي انا عايز احط عليها دايره انه لازم نتاكد ان عنده ولا لا، لان انا بحكم على طفل ياخد بنسلين فتره طويله من حياته قد تصل ل 25 او 30 سنه. الحاجه الثانيه مرض يعني اسمه هايبر موبيليتي او الحركه الكتير، انه انا عندي الاربطه والعضلات لينه لدرجه ان انا ممكن العب اكروبات، يعني اتني مفاصلي بشكل اكتر من الطبيعي. هل ده موجود عند ناس كتير؟ موجود عند ناس كتير. احنا عندنا ناس منهم هنا، ما بقول لحضرتك عندنا ناس هنا بس مش هينفع نطلعهم على الشاشه، بلاش فضايح. موجود عند ناس كتير. مشكلته انه ممكن يعمل خشونه في سن شباب، وساعات بيشخص عن طريق الخطا ان انا عندي روماتويد وامشيه في سكه علاج بيولوجي وعلاج كيماوي و و و وهو ما عندوش حاجه في الحقيقه، هو طبيعه جسمه كده، ربنا خلقه كده، مجرد محاذير ان انا ما اتخنش، ما اشيلش حاجات تقيله مثلا، او ما طرقعش مفاصل. يعني طرقعت المفاصل دي في منتهى الخطوره في الحقيقه، يعني الاف المرات طرقعت مفصل بتعمل تاكل في الغشاء الصينوفي اللي اتكلمنا عليه، بتعمل تاكل في الغضاريف. فدول بس الحاجتين اللي يعني من حكم الشغل اللي انا شفته احب ادي الارم عليهم. يعني شرف كبير لينا، ربنا يخلي حضرتك فندم، استمتعنا بحوار. لا يعني انا مش عايز انهي الحوار خالص، ولانه في تشوق كبير جدا، وخلي بالكم اللي احنا قلناه النهارده ده زي ما بيقولوا افتتاحيه المجموعه المرضيه دي، افتتاحيه بجد، لان هي احنا بصدد الحوار عن مجموعه مرضيه اولا تظلم كثيرا جدا لانه مدى انتشارها وتاثيرها والعلم اللي وراها والمجموعات الدوائيه المرتبطه بها كبير. وانا بقول ان الظلم فيها بدء من البكالوريوس، لان لو قارنا بين التعليم الموجود فيها والبرانشات الاخرى نلاقي برضه هي ظلمت في البكالوريوس. لكن طبعا في التخصص في الماجستير والدكتوراه ده التخصص، لكن انا بقول انه ينبغي ان نتثقف في هذه المجموعه المرضيه لمستوى انتشارها ولضاله الثقافه الشعبيه المحيطه بها. جزء النهارده اللي اتقال ده يعوض الكثير جدا من خلل الثقافه فيها، لكن نحن نحتاج الى الكثير والكثير من الحوارات. نحن نتحدث عن مجموعات مرضيه اخرى سنديها فرصتها من الحوار، زي الذئبه الحمراء، زي التابوس المفصلي، زي السورايسيز وارتباطه بالارثروباسي، الجاوت، النقرس، مشكله مرضيه شهيره جدا، وغيرهم وغيرهم من الاشكال المرضيه. لكن يبقى الحوار مستمر، واكيد الشكر موصول لضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور تيسير عبد العال، استاذ الامراض البطنيه والمناعه الاكلينيكيه بالاكاديميه الطبيه، استشاري امراض البطنه والروماتيزم والمناعه الاكلينيكيه بمجموعه مستشفيات كليوباترا المجموعه العريقه، عضو الكليه الامريكيه للروماتيزم والمناعه والرابطه الاوروبيه للامراض الروماتيزميه والمناعه والجمعيه المصريه للامراض الروماتيزم. نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك، وشرف كبير لينا. ربنا يخلي حضرتك. الام اسفل الظهر مصر كلها بتشتكي منها، احنا محتاجين لوحدها لوبك بين الام اسفل. اكيد اكيد محتاجه دراسه. حاجه اضافه صغيره بس كده، يعني لان انا لسه مسؤول السؤال ده النهارده، ناخد تطعيم الفيروس الكورونا المستجد ولا لا؟ طبعا كوفيد
بالنسبة لأمراض المناعة الإجابة قاطعة واضحة وصريحة، لازم ناخد التطعيم ونقيم الأدوية مع الطبيب، لأن في أدوية بتقف فترة بسيطة ما قبل التطعيم وبعده، في أدوية بتقف فترة شهر أو 6 أسابيع ما قبل التطعيم وبعده. إنما الإجابة قاطعة وصريحة، لأن عينين كتير بيسألوا ناخد التطعيم، الإجابة لازم ناخده، ولكن نقيم الدواء اللي حضرتك بتاخده، هل أنا من النوع اللي هيقف قبل وبعد التطعيم لفترة قصيرة أو فترة طويلة، أو مش هيقف خالص أكمل علاجي طبيعي. يعني لازم نرجع للدكتور بتاعنا، بكلم على مرضى الأجهزة المناعة، خلل المناعة. نورت ناس الحلم. شكرا يا فندم، شكرا، خليكم دائما ناس الحلم. الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا، أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبداً إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جداً في العيان أسنان جداً. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من ضرس ويقول لك انا عملته علاج جذور وطلع خراج وقعد ينزل في مده وحصل وحصل وحصل، ابص في بقه الضرس مش موجود اصلا. مساء الخير، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. انا اكتشفت ان موضوع التشخيص موضوع في منتهى الاهميه ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش اي علاقه، والعقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقه دخلت بس عقل ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق ان الدكتور مش تاجر، الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي في راحتك. الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم جدا في عالم الأسنان، بس في معتقدات خاطئة كده في دماغ الناس فيما يتعلق بالأسنان، في منها معتقدات مش هتضر قوي ولا هتفيد قوي، بس نغيرها نصحح. يعني في حاجات مثلا يعني في ناس بدأت كانت تهتم شوية كده في وقت من الأوقات انها تشتري فرشة، الناس اللي معها فلوس تشتري فرشة اسمها الفرشة الكهربية. الفرشة الكهربية دي طلعت يعني أونطة، ملهاش قيمة كبيرة، الفرشة العادية أحسن مليون مرة منها. الفرشة الكهربية ده نوع من أنواع التقنيات الحديثة اللي بتساعد على غسيل الأسنان، بس بتعمل حاجة بتغسل أكتر؟ لا خالص، ده بالعكس، ده في ناس قالوا إن ضررها أكتر من نفعها، لأن أنت مش تتحكم قوي في قربها من اللثة، ممكن تقرب من اللثة وتضر اللثة وتعمل فيها مشاكل وفلوس رايحة على الفاضي. الفرشة العادية أحسن بكتير. برضو ناس كتير كانت رايحة للتبييض الأسنان، تروح تجيب مواد البيكربونات وتقعد تبيض في السنة، لقوا ان دي مضرة وبتعمل مشاكل، لازم التبييض يكون تحت إشراف طبي وبطريقة علمية. برضو من الحاجات اللي كانت معروفة في دماغ بعض الناس ولغاية دلوقتي الناس بتعملها، ان انت تمسك الفرشة وتغسل قوي وتجيب فرشة هارد، عشان يعني زي بالظبط المبدأ، يعني الأرضية بتاعت البيت عندك لما بتمسك فرشة وتقعد تتعك في الأرضية جامد قوي كده بتنظفها، أسنانك بقى زي الأرضية بتاعت زي البلاط بتاع الأرضية. طبعا ده طلع مضر ومخيف جدا وممكن يضر اللثة ويضر الأسنان بشكل كبير جدا. برضو في ناس كتيرة كانت بتغسل سنانها عمال على بطال، يعني كل شوية فاضية مغسل سناني. في ناس موهومة بكده، لا، غسيل السنان له توقيت بعد الأكل، بعد الأكل ده مهم قوي. الخلة شيء خطير جدا 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 ويسبب مشاكل عنيفة، وغيرها من المعتقدات. في معتقد جبار برضو قوي، في ناس عندها جير سايباه تقول لك ده بيصبورت السنان، ده مش معتقد، دي تخريفة، ده ما ينفعش نقول عليه معتقد. دي حد كان بيشرب مخدرات
وطلعت في دماغه الفكرة دي، فبدأ يكتبها في كتاب المخدرات جنبه، وبدأ يصدقها وبدأ ينقلها. يقول لك ده الجد ده هو اللي ماسك سناني، فما يجي انضفه سناني هتسيب. ده حتى ثابت بعد ما خلعته ما شلت الجيل آخر مرة، صح ولا لا؟ هو ده السؤال اللي أنا هبدأ به مع ضيفتي العزيزة التي تبدأ دائما والحقيقة تسرينا بمعلومات قيمة للغاية وحكايات، وخصوصا بقى أن في الفترة دي إحنا يعني عاملين كده التندنسي أن إحنا نقول برينسيبلز، نقول مبادئ الأسنان، ما نتكلمش في عمق قوي، بنهدي اللعب شوية عشان نجيب الناس اللي ما ذكروش معنا من الأول يشتركوا معنا، عشان في الموسم الجديد نبدأ ننشط لهم ثقافتهم حول الأسنان. ضيفتي العزيزة المبدعة الأستاذ الدكتورة إسراء السعيد، أهلا بيك دكتورة. أهلا دكتور أيمن. إيه الشياكة دي؟ ربنا يخليك. والله العظيم شياكة. والله العظيم شكرا. وليه حكاية الجير دي؟ أنا سمعتها منك على فكرة. بص، موضوع الجير وبيثبت، وأول ما والله ويجي المريض يقولي منه لله الدكتور اللي شال الجير لخلخ لي كل أسناني. يا فندم ده تثبيت كاذب، زي بالظبط ما حضرتك تجيب سلك تمسك بيه مثلا شجرتين جنب بعض، مش هيمسكوا ابدا، مش ممكن. هم اصلا الاساسات فكت، الجير ما بيثبتش، الجير بيدي احساس بالتثبيت لكن هو مش بيثبت الاسنان في بعضها. انت اكيد بتشوفي بقى كان في الارياف، والمشكله ان الارياف العربيه مثلا بابها بايظ خالص وبتاع، فعاملينه بسلك كده بالظبط كده. هو والله ما ثبته، والله هو ما ثبته ولا حاجه. اي مطب لو رزقنا هيقع بالظبط. هو فعلا اي مطب بيقع، وبس ما بيقعش بقى لوحده، بياخد الاربع اسنان الاماميين مع بعض. الستة الاماميين مع بعض. ليه؟ لان ده بيعمل زي العدوى، ده بيأثر على ده بيأثر على ده، فبتلاقي ان انت ما بتفقد اكتر من سنه، 2 3 4 عدد كبير. الجير دوت حاجه في منتهى السهوله علاجها، بس المشكله كلها بتبقى موجوده في education، في طريقه تفكير شعب. الناس ما زال عندها اعتقاد ان انت تروح دكتور الاسنان دي رفاهيه او معاك فلوس. على فكره هو ابسط الناس لو بصيت في ايديهم معاهم موبايل بكام هتعرف ان مش دكتور الاسنان اللي بتدفعك كتير، او هو بتدفع عنده كتير فبتحاول توفر. هتلاقي شباب في ثانوي وفي اول الجامعه ماسكين موبايلات بارقام رهيبه، تيجي تقول بقى روح لدكتور الاسنان يقول لك الظروف الماديه مش سامحه. ازاي؟ مش ازاي ده كده يقعد كل يوم على كافيه بيصرف له 200 جنيه. عارف المقوله اللي هي تقول لك ايه؟ غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع، هي كده بالظبط. طب ما هو حضرتك ما هو انت اسأت توزيع الفلوس بتاعتك. اكيد اكيد صحتك اهم من الموبايل، جميل وكل حاجه، بس هو اول عن اخر بيقول الو وبتدخل بيه على النت، بس مش لازم تجيب حاجه غاليه جدا 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 وتاثر على بقيه حياتك، لان هي دي حياتك، صحتك هي حياتك. فالناس تيجي تقول لك لا مش هقدر، هي دي الايديوكيشن اللي انا بتكلم فيه، او هو ده الايديوكيشن بتكلم فيه. ليه الناس ما عندهاش الفكر بتاع اروح لدكتور الاسنان لو انا عندي مشكله اعالجها؟ لان في حاجتين، يا اما خايف من المصاريف، يا إما عنده عقدة داخلية إن ده ألم شديد وحقنة البنج بتدخل ترشق، والكلام اللي أنا بسمعه طول النهار دوت. يا جماعة لو حقنة البنج بتدخل ترشق إحنا شغالين سوبرفيشن، أما الحقنة اللي بتدخل في الوريد ديت إيه حضرتك؟ الكانيولا دي إيه؟ ده بدخل بسن قد كده حضرتك، ده يعني بتقول إيه؟ لا ده طبعا هو الموضوع والله في منتهى البساطة فعلا، بس هي بتبقى عقد، زي بالظبط ما الأم اللي بتقعد تقول لابنها يا ما تاكل ولا اوديك للدكتور يديك الحقنه. فالموضوع ابتدى يبقى مترسخ في العقل الباطن للناس عموما، زي بالظبط في ايه؟ ام بتبقى سبيسيفيك قوي يعني تقول له انا اوديك للدكتور السناني يديك حقنه عشان يعني بس هي بتوصل بيبقى راح مره فعارف، او يكون بيروح مع والده او والدته للدكتور وشافهم هم مثلا بيقولوا اي اي، او بيشوف ما هو بيتمضمض مثلا في الحوض وهو مكشر او واتيفر هو حاسس بايه. فالاطفال عندهم ايماجينيشنز عاليه وتخيل زياده، فهو بيترسخ عنه ان ده شيء مؤلم جدا وان ده اذى ماما او اذى بابا او اذى اهلي. وكم من المية من الاطفال بيبقى يعني خايف من دكتور السنان؟ كام في المية مش خايف من دكتور الاسنان؟ ماشي لا
مش خايف. كام في المية مش خايف؟ لا هو ممكن تقول 95% جايين خايفين طبعا. خايفين. لما بلاقي بقى انا حد في 5% الشجاع دوت انا ببقى فرحانه بالطفل ده جدا. يعني اللي هو ايه الله ده طفل نادر. الله انت نادر قوي. انت اللي زيك مش موجودين. بيبقى جاي فرحان كده وقاعد ومبتسم. بتكلمه يسمعك اللي هو ايه انا مش هدوجعك انا بعمل كذا ان بنشيل السوسه الوحشه بنحط تلاقيه متجاوب معاك بتبقى انت عايز يعني تديله نيشان وهو طالع بس الطبيعي ان يعني هو من هو داخل يا اما بيدخل جرجره وعياط يا اما يا اما بيدخل مضروب يعني حاجه من اللي هو يا جماعه طب ادونا فرصه طب حاجة اديني بس حبيبي اسمك ايه من الاول اسمك ايه لا خلاص مفيش اسمك ايه دي في دموع بقى ده الاطفال عموما ده نتيجه ايه اللي هو حد رسخ جواه عقده لان هو اصلا ما عندهوش هيستوري هو لسه صغير بس في حد اداله الهيستوري فالموضوع الجير بسيط جدا بس عايزنا نروح للدكتور مره في السنه مش اكتر من مره في السنه نشيل الجير صحه فمها تبقى حلوه جدا مش هيبقى فيه ريحه وحشه لما نكبر مش هيكون عندنا مشاكل كتير مش هنوصل لخلع الحاجه هتبقى الحاجه المسوسه هنحشيها دايما اللي بيكبر الامور عند دكتور الاسنان التراكمات 6 حشو 12 علاج جذور 12 طربوش 4 زرعات طب احنا سيبنا الامور لما كبرت قوي فبتلاقي نفسك عندك حاجات كتير تتعمل لكن لو بتروح قسم انت نفس الشغل ده على 20 سنه رحت كل مره سنه كل سنه مره هتلاقي ان انت خلصت الموضوع دوت كل مره هشد درسين هشد 3 موضوع بسيط ومنطقي وتقدر عليه التراكمات هي اللي بتكبر الامور جدا بلس عدم توزيع الاولويات يعني دايما بقول لك طب ادفع الاول مصاريف المدارس واشوف طب حضرتك اللي انت بتعلميه ده محتاج صحته فهمني او انا مثلا لما اخد اجازه الصيف هودي الاولاد للدكتور طب ما هو برده حضرتك اجازه الصيف دي بتراكمي فيها كل حاجه ما بتبقيش ملاحقه وطبعا الفائز الاوحد هو المصيف الناس كلها بتجري على المصيف تقول لك لا 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 اروح للدكتور بقى في السنه بس سنه طويله ده هو كم يوم بتوع المصيف بس فعدم التوزيع دوت هو اللي بيعمل المشاكل إيه الجير؟ الجير دوت عبارة عن ترسيب للأملاح اللي موجودة في اللعاب على أسطح الأسنان الداخلية والخارجية برضو بس الداخلية بتبقى أكتر الجير ده بيبقى فيه زي المعادن أو زي الكالسيوم يعني بص إحنا لو سيبنا الجير بكمية من غير تنظيف خالص وما رحناش للدكتور بص المنظر هيكون إيه؟ التهاب شديد في اللثة الخطوة اللي بعدها ندخل في انحسار في العظم شكل مش كويس اي حد هيمشي بالشكل ده لازم هيمشي حاطط ايده على بقه لازم هيكون نفسيته مش ستيبل مش ممكن هيكون حد بالشكل ده نفسيته ستيبل مش ممكن هتكلمه هيكلمك كده فيس تو فيس من غير ما يحط ايده على بقه لو بنت استحاله هتحط روج وتبين الالتهاب اللي موجود اللثه دي انت لو لمستها كده بايدك هتخر دم فبقى المنظر بقى دراكولا فكل ده يا جماعه ناتج عن ايه افراز طبيعي الغدد اللعابيه ما بنغسلش اسناننا البي اتش بتاع بقنا اللي هو معدل الحموضه او القلويه ده بيبقى قلوي جدا الجير بيمسك بيحصل له تكلس بالاحماض اللي موجود سوري من الكالسيوم والبوتاسيوم والحاجات اللي الاملاح اللي موجوده في اللعاب بتترسب ما بتغسلش اسناننا تفضل تتكلس او تبقى تتحطب يعني تبقى ناشفه تبدا تاكل في الاوعيه تبدا تاكل في العظم اللي حوالين السنه يبدا اللثه والعظم ينحسروا يقول لك انا سنتي بتطول الكلمه دي بتسمعها كتير قوي سنتي بتطول هي مش السنه اللي بتطول اللثه اللي بتنحسر طيب الخطوه اللي بعدها ايه السنه هتلخلخ بص مثلا الخطوه دي احنا وصلنا من الالتهاب ان ابتدى يدخل في انحسار والالتهاب موجود برده طب احنا وصلنا المرحله دي ليه عشان ما رحناش مره كل سنه للدكتور نشوف بقنا محتاج ايه ودايما لما تيجي تشرح الخطه العلاجيه للمريض يقول لك خلاص شيل فلوس تنظيف الجير علشان تقلل لي التكاليف شويه ده هي دي اهم حاجه انا بشيل الجير بحافظ على صحه اللثه لو عملت اي شغل او طرابيش او تجميل بيظهر اجمل غير لما تعمل انت تجميل على لثه ملتهبه بتنزل دم ايه الجمال اللي فيها بتقلل البكتيريا يعني مثلا ده سيكونس بص حضرتك المنظر والالتهاب التهاب اللثه الموجود الجذور ابتدت تبان كل دوت بيبقى الناتج بتاعه شكل وحش لخلخه في الاسنان حساسيه يعني الشكل اللي حضرتك شفته ده ما يقدرش ياكل حاجه ساقعه ولا يشرب حاجه ساقعه ليه حساسيه شديده لان انت عريت الجدر
الجدري ده متكون من ماده اسمها السيمنتم. السيمنتم ده ربنا خلقه متغطي، ما ينفعش يبقى متعري لانه حساس جدا. مجرد ان السيمنتم ده بقى في البق بقى الوجع رهيب، ساقع، سكر، حمضي، او يعني تشرب عصير ليمون، حاجات حامضيه، برتقان، لو كل حتى طماطم يقول لك سناني بتجز على بعضها، بتقشعر، مش مستحمل اكل عليها ولا اشرب عليها، لان انت خلاص طبقه السيمنتم هي اللي بقت في المقدمه. ده غلط. لو كان ده صح كان ربنا ما خلاش السيمنتم هي اللي فيش، كان حط طبقه مينا على الجدر، مش ده اللي موجود. اللي عملناه ده غلط كبير. ازاي ننظف السنان؟ ده بقى السؤال الحائز على اقبال الجماهير. موضوع تنظيف السنان والفرق ما بين الخطه الخله والخط الطبي. تنظيف الاسنان موضوع في منتهى السهوله والبساطه، ان احنا ننسى موضوع فرشه البلاط اللي حضرتك اتكلمت فيها في اول الحلقه. مفيش حاجه اسمها نعمل كده خالص. لازم نمشي 45 ديجري، يعني بننيم الفرشه، مش بننيمها توتالي، بتبقى مايله على اللثه. بناخد اللثه من فوق، من فوق من هنا، وننزل بيها كده. ناخد من فوق وننزل بيها كده، او بنقف على سنه سنه ونبدا نعمل حركات دائريه. اهم حاجه يعني انا هنا بحاول اوضح ان 45 درجه يعني بندخل مايلين على الاسنان. ممكن نعمل حركات دائريه، وممكن ناخد من فوق لتحت ومن فوق لتحت، ده افضل. دايما نمشي في اتجاه اللسان. هنا بننظف الاسطح الداخليه، بناخد من جوه لبره. القصه في ده كله ايه؟ القصه في ده كله ان احنا بنفتكر ان ده هياخد وقت، هو مش هياخد وقت على فكره. القصه دي ما بتاخدش دقيقتين حقيقه، ما بتاخدش دقيقتين، بس شرحها بياخد وقت طويل. زي بالظبط ما اقول لك تعليم السواقه، هقول لك اقعد الاول في الكرسي كويس، البس حزام الامان، امسك الدركسيون، شغل العربيه، بص على الفتيس هتحرك. بص انا قلتها لك في وقت طويل ازاي، هتحس ان ايه ده انا هعمل ده كله في حين انت بتعمل كده كل يوم 10 مرات او بتسوق 10 ساعات ولا مشكله خالص. بس الوصف هو اللي بياخد وقت، فالناس ما تستكترش الموضوع بالوقت. لا، هو موضوع بسيط، ما بياخدش دقيقتين فعليا. حضرتك هتنام الفرشه في الفك العلوي لفوق وتسحب لتحت، الفك السفلي بتنامها لتحت وتسحب لفوق. دايما التارجت بتاعك اتجاه اللسان. طيب الاسطح اللي احنا بنندغ عليها الاكل، الضروس، بتقف بالفرشه معتدل كده وبتعمل حركات دائريه، يعني حرف خمسة. طب في حاجتين الناس بتنساهم، اللسان والفلوس. اللسان بتمسك شاش، بتجيب شاشه من الصيدليه تلفها على صباعك وتقوم شادد اللسان لبره، وبتجيب من جوه لبره، من جوه لبره، تنظف اللسان. اللسان ده بيحتوي على بكتيريا وبواقي اكل. اللسان كتير بيقول لك لساني ملتهب، على فكره مش حاجه تضحك، هو فعلا ده بيجي لساني ملتهب. تنظيف اللسان شيء مهم جدا جدا جدا. هتقولي الاسهل تجيب فرشه بيبقى في ظهرها سطح كده خشن شويه لتنظيف اللسان، فانا بقول لك الاسهل تشده لبره بنفس الفرشه وتقوم عامله كده، موضوع سو ايزي. او بتطلعه قوي 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 لبره وتقفل بقك شويه وترجعه يحتك بالاسطح، بالانسايزر ايدج بتاع الاسنان العلويه، يعني يحتك بالسطح ده وهو داخل مكانه تاني. بس دي مش بتجيب لي الاخر، الاحسن تشده لبره وتعمل الكلام ده. طيب الناس اللي بتقولك برجع، بترجع دي حاجتين، يا بتحط كميه معجون كبيره، يا اما حضرتك بتدخل الفرشه اكتر من اللازم لجوه فبتحس ان انت عايز ترجع. طب الحل ايه؟ الحل ان حضرتك تحط كميه معجون قليله. مش عايز تحط معجون ما تحطش، ممكن تعمل مجرد ميه، ممكن ميه وفيها شويه ملح، ممكن ميه وفيها معطر للفم زي المضمضات المعطره للفم بكميه قليله في الميه وتعمل بيها. في 100 حل الا انك تسيب الوضع يسوء. بالنسبه بقى للاسطح الجانبيه للاسنان، خيط تلفه على صباعك كده وعلى صباعك كده، ثم تدخله ومخرجه، بس مش جاست دخول وخروج، لا انت بتدخله وتحتك بالسطح اليمين وبتحتك بالسطح الشمال، لازم تبقى محتك. يعني بص الموضوع سهل ازاي؟ على فكره مش محتاج تعليم، مجرد ان انت بس لازم تتعمل. بعد ما تخلص او بعد ما اللي يعمل الخطوه دي، يعني بعد ما تغسل السنان شم الخيط، هتلاقي ان لا انت ما كنتش منظف كويس. عشان كده الناس تقولك انا اسناني بتسوس ازاي وانا بغسلها كل يوم، لان الغسيل لوحده مش كفايه.
على فكره ده ممكن تعمل دي في ثانيه، انت بتعمل تك 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 كده، مش موضوع ضخم خالص، بس مش داخل وخارج. يعني انت لازم تحتك بالسطح اليمين وبالسطح الشمال، لازم تنظف الاسطح دي. في كمان حاجه برضو غايبه عن السنان، وهي مش بلدي ولا بيئه ولا اي حاجه، هي السواك. السواك من الحاجات الجميله جداً, جدا جدا، بس الناس بتعتبرها يعني ايه بلدي شويه. لا هي مش بلدي كده، دي سنه على النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. هي بس القصه كلها في السواك ايه؟ اولا تشتريه كويس، ثانيا ما تسيبهوش على كومودينو هو يتحط عليه تراب، نهتم بيه. ودبان لازم يبقى مغلق زي فرشه الاسنان، لازم يكون مغلقه. لما تستخدم جزء لازم تقصه، ما ينفعش هو نفس الجزء نقعد نستخدم فيه شهور، ما ينفعش. انت عارف انا اخر مره كنت في المانيا، انا من الناس تحب المانيا قوي على فكره، رغم ان ما حدش بيحبها، مش عارفه كل ما حد الماني يقول لي يا ايه المانيا، الناس دايما بتحب هارد. ايه هارد، هي هارد شويه. على فكره انا كنت، انا طبعا هوايتي ان انا اشتري معجين اسنان وفرش اسنان، دي هوايه. فلما دخلت الراجل قال لي في بقى اغلى من كل اللي انت بتتكلمي عنه، السواك. يعني لقيته السواك بتعمل له هو ده اللي غالي، هو ده اللي انا هجيبه بكام، 1000 يورو ليه ليه ليه؟ كان مش عارف عامل 50 يورو 70 يورو، اللي هو انت بتقول ايه فندم بتاع الرصيف عند يعني صلاه الجمعه وانت خارج بتلاقي الناس كلها فرشه بيه. هو في انواع غاليه الشجر حسب الشجر اللي جاي منها يعني. بس مش هتوصل اللي احنا نشتريه من المانيا ومن اوروبا ليه؟ ما موجود عندنا هنا بالظبط، هو وسهل جدا جدا. وممكن نستخدمه للناس اللي بتقول انا برجع من الفرشه والمعجون، وبتعمل على فكره في مضادات التهاب، في قابض للاوعيه للناس اللي بتعمل اللي عندها نسف في اسنانها، ريحته احسن بكتير من اي معجون بيعمل ريحه النعناع والتفاح. الكلام ده كله لو عملناه احنا اللي هنكسب راحتنا وهنكسب صحتنا. حط بقى الموضوع بتاع كل الناس بتكلمني فيه، كل الناس تسالني فيه، حاجه رشحي لي معجون اسنان معين او اديني معجون اسنان مبيض. لا الاثنين غلط، ما فيش حاجه اسمها معجون اسنان معين، كل معجين الاسنان بتدور في محور واحد، لان احنا بنذاكرها، احنا بندرس معجون الاسنان دوت، واحنا بنقعد على فكره بنعمله. على ايامي كنا بنشتري كونتنس نعمله، دلوقتي محدش بيعمل الموضوع ده اصلا. موضوع بسيط قوي، بس فرق فليفر وكونسيستنسي، ده ناشف شويه ده هارد شويه، ده جل ده بيلمع، الكلام البسيط ده، لكن هو كله نفس المحور تقريبا. فانت تجيب اي نوع، مش قضيتي خالص النوع. وبلاش بيكربوناته بتاعه العطار، وبلاش ندعك بالليمون، وبلاش ندعك بالرمل، الكلام ده كله والله ما هيبيض، الكلام ده بيضر اكتر ما بيفيد. فاحنا نوصل ان معجون الاسنان، اي معجون اسنان هنستخدمه هيجيب نفس النتيجه. معجون الاسنان لازم يتغير علشان البكتيريا بتتعود عليه، فبتبدا انها خلاص بقت عادي وبتبدا انها تتكاثر عادي جدا. ده بالنسبه لمعجون الاسنان. بالنسبه للمبيضات هي خطر جدا، ما خطر جدا جدا. في نوع بقى من الستينز او الجير اللي بيجي عند الاسنان، وده بيجي دايما عند الاطفال، بس بيجي عند الكبار برضه، بس عند الاطفال اكتر، بتلاقي نقط سودا على الاسنان كلها، دي كتير قوي بتحدث. ده نوع من انواع البكتيريا اسمه كروموجينيك بكتيريا، نتج عن ايه؟ ان احنا ما بنغيرش معجون الاسنان. ليه؟ الولد ارتاح على طعم الشوكولاته، ارتاح على طعم الكولا، ارتاح على طعم اللبان، ما هو دي كلها حاجات للاطفال، فنفضل بقى موجودين على نفس النوع ده ما نغيروش ابدا. فالبكتيريا تتعود تعمل اسمها البكتيريا الملونه، تبقى الولد تلاقيه طفل باسنان لبنيه وعلى اسنانه كلها خطوط او نقط سوداء، ده نتيجة عدم تغيير معجون الأسنان. ده خطر جدا. أنا من الناس اللي بحب أجيب معجون سنان يعني يخلص نغيره. لا بحب أصرف في معجون السنان. اصرف براحتك. اصرف بس ما بيتغير. في حاجات معينة بحب يعني أجيبها عادية، لكن في السنان لا، أنا عايز الصرف. السنان دي أهم حاجة عندي. أدخل كده أقول أي أحسن. أنا كنت بجيب لبنتي الكولا والشوكلت والكلام ده كله، بس أنا كنت بحب أدوقه معاها بقى عشان اعرف ايه اللي هي بتعمله، بس كذا مره ادخل هي ماسكه معجون الاسنان تاكله. تعال نسمع ابو القريب. يا باشا، كواحد مدخن والشاي والقهوه في ايديك اولزه طايم، سنانك الصفرة دي هتبيضها ازاي؟ هتقول لي معجون بيبيض؟ مش معانا الكلام ده يا باشا.
هتروح لدكتور السنان ما انت هترجع تشرب شاي وقهوة وسجاير. هترجع لدكتور السنان ما انت هترجع تشرب شاي وقهوة وسجاير. اسمع مني بقى العلمي والمفيد والعملي. العالم يا باشا بقى قرية صغيرة من زمان، والتسوق عبر الانترنت سهل كل حاجة. انا شفت يا باشا جهاز قد القلم بيبيض السنان، تمنه اقل من 100 جنيه. تجيب الجهاز يا باشا وكل يوم قبل ما تنام دلع سنانك. ده مدمر على فكره. لا لا لا، انا خايف حد في مره يفتح يسمع الكلام ده يقولك الله ده هو ده البرنامج، يفتح على اللقطه دي. يفتح عليه والنور يطفي بعد كده. يبقى اللي هو بيقوله ده بجد والله تدمير الدنيا. بس على فكره ده منتشر جدا على السوشيال ميديا ومنتشر على النت. انك بتحط زي تراي كده فيها ماده بتبيض الاسنان. في وقت من الاوقات كنت بتفرج عليه، كل ما افتح الاقيهم حاطين اعلان وبتاع بينور كده. الكلام ده غلط جدا. اولا ما ينفعش تعمل اي حاجه زي بالظبط ما تدخل الصيدليه وتقول له ايه اديني شويه ادويه جربها. مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها انت محتاج ايه، فهو دوت اللي انت هتعمله. انت محتاج تبيض، لازم الاول تروح للدكتور يقول لك انت درجه الاصفرار بتاعتك قد ايه واحنا محتاجين نمشي لمده قد ايه. او ممكن يبقى الاصفرار او البني اللي موجود في اسنانك ده تسوس، احنا لو حشينا الاسنان دي الدنيا هتبقى الطف والدنيا هتبقى متزنه. لازم الاول هل ينفعك تبييض ولا لا. المبيضات دي مواد كيميائيه قويه جدا بتعمل تفاعل كيميائي مع سطح السنه بيديك اللون الابيض. هل حضرتك السنه بتاعتك تتحمل هذا التفاعل ولا لا؟ طب ما انت ممكن جدا تعمل تبييض وبعد كده تتفاجئ بآلام رهيبه وان الموضوع عدى ما انتش قادر تستحمل. ممكن كتير ناس تعمل تبييض وتاخد حقن مسكنه. طيب حضرتك عارف انت عملت قد ايه دامج في الاسنان؟ عملت التهاب في العصب شكله ايه؟ يعني انا جات لي مره واحده من مول وعملت التبييض في مول من المولات وهي من كتر التهاب مش قادره تبلع ريقها وعماله تنزل في السائل بتاع اللعاب. مش قادره تستحمل من كتر الالم. طيب هو حضرتك احنا دخلنا في دي مصيبه مش 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 مشكله. ليه؟ عملت التهاب عام في الاسنان وفي اللثه. عملت مشكلة دي هتقعد على الأقل أسبوع على ما نعالج كل ده، لأنه التهاب عام كل الأسنان بتاعتها. هتبقى عمالة تاكل في سوائل. قصة ليه ده كله؟ يعني ما ينفعش خالص أي حاجة في الأسنان نتعامل معاها المعاملة بتاعة المولات وإن إحنا بنشتري حاجة من مصدر مجهول. ده كلام ما ينفعش. كان الناس وهي ماشية التبييض ليه طريقة. التبييض ده علم لوحده، علم وما ينفعش لكل الناس. يعني هو دوت الطرق المعتاده للتبييض. بص لما بنيجي نبيض حضرتك بنحط طبقه على اللثه، على بص الطبقه البيضه دي بنقفل بيها اللثه خالص لان اللثه ما تستحملش الشعاع اللي بيبيض الاسنان. لان ده هارد تيشو، ده سوفت تيشو، ده ما يستحملش. احنا حتى لما بنبيض الاسنان مش كل الناس ينفع لها التبييض. مش كل الناس تقدر تفتح الى درجات كبيره علشان ما توصلش التفاعلات دي للعصب تدخله في علاج جذور. بعد ما بنخلص بنحط عارف جل مهدئ على الاسنان علشان نهدي التفاعل بتاع التبييض. يعني ليه؟ ده مواد لو زاد وقتها بتبقى حارقه. فمفيش حاجه اسمها نشتري معجون مبيض ولا نبيض في مول ولا نشتري من الصيدليه حاجه مبيضه. الكلام دوت غير علمي، الكلام دوت غير مسؤول. اللي يعمله ده غير مسؤول، واللي يروج لي برضه غير مسؤول. مين اللي هيعرف؟ زي بالظبط واحد عمل الحاجه ونجحت فمتصور ان الناس كلها تعمل. لا، هو حاجه اسمها ربنا ستر. كون ان انت عديت الشارع وانت مغمض عينك وما حصلتش مشكله دي ربنا ستر. لكن تقول دي رول، لا اتس نوت ا رول والله. اصل كتير يقول لك طب ما حضرتك ممكن نخلص القصه ب 100 جنيه ولا 200 جنيه. ما هو حضرتك مش اكيد ان انت هتطلع سليم، فعايز تدخل ريسك جو اون، بس حقيقي غلط. زي اللي بيفتحوا الازازه الساقعه، بيفتحوا الحاجه الساقعه باسنانهم. مره فتحتها عادي وناس اتبسطت قوي وحست ان انت ولد صايع، ولد جريء، ولد من الاولاد اللي بيفتحوا الحاجه الساقعه باسنانهم. مفتري ولد. يعني مره في اثنين في ثلاثه بعد 20 30 حاجه ساعه ساعتها كملت فيهم الحاجه دي في لحظه معينه، تيجي تفتح
الحاجه الساعه مش هتتفتح، سنانك هي اللي هتطلع في الحاجه الساعه. والولد المفتري ما بقاش ولد مفتري، هتلاقي صوته جايب اخر الشارع وقلب فيها فجاه سوسو فجاه. فخلي بالكم القصه مش فتوانه، وزي ما الدكتوره اسراء قالت ما عدتش الشارع مره من غير ما تركز، مش هقول لك مغمض، مش مركز، معدي بنوع من التهور، وعدتها وعدت وربنا سترها. بس الستر محدود، له ستر، ده الحاف له اول واخر. سعادتك استنفذته وطلعت براه هتسقع، هتاكل لسعه في مره، هتبقى وحشه قوي. فخلي بالك من نفسك. ضيفتي العزيزه استاذ الدكتور اسراء السعيد، نورتينا. يا دكتور ايمن ربنا يخليك. احنا ماشيين في موسوعه او في المنطقه بتاعه البرنسبلز، يعني خلي بالكم احنا مهتمين قوي بيكم وبنتكلم في الاساسيات، مش جايبين حالات في الكام حلقه دول ولا عاملين يعني سيمينارات لكيسز، لكن بنحط الاولى ابتدائي. فذاكروا معانا بقى وخليكم شاطرين عشان كلنا نبقى شاطرين كده ونكبر ونروح تانية ابتدائي وتالتة ونقعد اعدادي ونشوف الكيسز بقى الحلوه، ندخل كليه طب اسنان في الاخر، ندخل طب اسنان ونشتغل. خليكم معانا، سلام. اهلا بكم، هذا يوم مهم للغايه للغايه. واقول لكم ليه؟ لانه اولا ضيف العزيز هو واحد من اساطير طب الباطنه واساطير العلوم الطبيه في مصر، ده دي مفاجاه. لكن في كمان موضوع النهارده بنتكلم فيه، الكلى يا جماعه، فشل الكلوي المزمن واحد من اهم المواضيع واخطرها، ودي قضيه قوميه شديده الاهميه لأن انتشار الموضوع وقسوته كبيرة للغاية. الموضوع مهم والطيف شديد الأهمية. دكتور من طراز خاص، أستاذ الأساتذة، علم أجيال، وتميز بأسلوبه الرائع جدا وبشيء كان يثير إعجابنا طوال السنوات الماضية، وهو كم الحب الذي يحيط بهذا العالم الكبير، كم الحب من تلامذته، من زمايله، من كل من تعامل معه، إخلاص ما بعده إخلاص، وعمل يعني أكاديمي رائع، تاريخ طويل جدا ما شاء الله، رغم أن أنا أراه شابا لكن أنا واحد من تلامذته، يعني أنا من الناس اللي ذكرت من ورقه ومذكراته وكتبه واستمعت إلى محاضراته. عين شمس، كلية الطب جامعة عين شمس، هو فيها أسطورة، وايضا في كليات الطب في مصر كلها يعرفون قيمه ضيف العزيز. صعب جدا انه في المستقبل نحصل على مثل هذا الجهد، مثل هذه العقليه الجامعه للعلوم الطبيه الخاصه بواحده من اصعب المواد عبر التاريخ، وهي امراض الباطنه العامه. ضيف العزيز هو اعتقد مفاجاه كبيره جدا، لان كل طلبه كليات الطب النهاردة لازم يقعدوا يسمعوا أستاذ الأساتذة وأسطورة الخاصة والكبيرة جدا في علوم البطنة، أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة محمود. واحد من أساطير طب البطنة وأساطير العلوم الطبية في مصر. اعتلال الكلى المزمن له أسباب كثيرة جدا نقدر إحنا كمان نتجنبها. أنا مش عايزك تتعامل مع المريض كأنه زبون، لا، أنا عايزك تتعامل معاه كإنسان. أكتر جهاز حساس قوي الجهاز الهضمي. أنا كل ما يجي لحد في العيادة أقول له بتستخدم مسكنات؟ يقول لي آه. الباراسيتامولات كلها آمنة. الدكتور اللي بيحضر في المستشفى هو ده الدكتور اللي بيبقى قادر على علاج المرضى. جاي لحضرتك بالأعراض دي ومش باين عليه أنه عنده حاجة خطيرة؟ أحياناً ما بيبانش. الأستاذ الدكتور أسامة محمود، أستاذ أمراض البطنة والكلى بكلية الطب جامعة عين شمس. أستاذنا الأستاذ الدكتور أسامة محمود، هذا شرف كبير للغاية،
وسعادة ومفاجأة رائعة لكل طلاب مصر انهم يشوفوا استاذ دكتور اسامه محمود. طبعا طلبه عين شمس كلهم عارفين، لكن في طلبه في مصر كتير يسمعون الصوت لكن لم يروا دكتور اسامه محمود. فدي شرف كبير لينا هذه الزياره، وشرف كبير ليا برضه دكتور ايمن ان انا ابقى موجود في هذا اللقاء. ده شرف لي انا، يعني اسطوره كبيره جدا وعالم جليل واداء رائع عبر سنوات وتضحيات كبيره، وكل ده كمان يعني دايما حضرتك اي حد يذكر اسم اسامه محمود يذكر وراه كم الحب والعرفان والجهد والاخلاص وحاجات كثيره جدا خاصه بيك. يعني قبول اذا احب الله عبدا وضع له القبول في الارض، فانت عندك القبول ده ميزه رائعه، فربنا يزيدك وشرف كبير لنا هذه الزياره. الله يخليك وانا كمان. عايز ابدا الحوار بسؤال عام، لماذا اختار الاستاذ دكتور اسامه محمود بعلم الغزير امراض البطن واسعه كل الفروع حضرتك يعني ما شاء الله بتشرحها باقتدار شديد، لماذا اخترت أول حلقة تكون عن الفشل الكلوي؟ هو شوف، هو طبعا أولا يعني هو التعافي البطن العامة بتبقى فيها تخصصات برضو، فأنا التخصص بتاعي الدقيق هو الكلى، الصب سبيشالتي، الصب سبيشالتي الكلى. فطبعا مرض الفشل الكلوي المزمن أو بنسميه يعني بلفظ آخر اللي هو اعتلال الكلى المزمن، طبعا هو متفاشي في المجتمع، والحقيقة له أسباب كثيرة جدا نقدر احنا كمان نتجنبها. فلو احنا يعني أشرنا لهذه الأسباب وازاي نتجنب الحكاية دي، احنا ممكن نقلل كتير قوي قوي من المعدل بتاع انتشار هذا المرض في مصر. يعني لدرجة ان العيان نفسه ممكن هو اللي يجيب لنفسه هذا المرض ببعض الأخطاء وبعض العادات السيئة هنتكلم عليها إن شاء الله كطرق يعني وقائية. عظيم. كالعادة هنمشي بالأسلوب الكلاسيكي، التعريف. التعريف. المزمن، كلمة مزمن وفشل للكلى. تمام. هو شوف، هو كلمة الفشل الكلوي المزمن هي كلمة يعني الحقيقة قاسية شوية، فطبعا العلماء بدأوا يخلوها بدل ما نقول كرونيك رينال فيلير هنقول كرونيك كيدني ديزيز، اللي هو مرض اعتلال الكلى المزمن، او يعني بطريقه عشان المستمعين يبقوا فاهمينها اللي هو هنقدر نقول قصور مزمن في وظائف الكلى. ايه معناه؟ معناه انه حصل تدهور في وظائف الكلى بيتوافر فيه بعض النقاط. أول نقطة أن يكون هذا التدهور تدريجي جراديوال. النقطة الثانية سلولي بروجريسيف. طبعا جراديوال دي يعني على مر السنوات، سلولي بروجريسيف يعني هو بيزيد مع الوقت بشكل بطيء، وهو إيرريفرسبل مع الأسف. بمعنى إيه إيرريفرسبل؟ إنه هو المريض مش هيرجع للحالة الطبيعية بنسبة 100%، بس ممكن يتحسن. انا لما اشوف العيان لاول مره انا معرفش هو كرونيك ولا مش كرونيك، فانا بتابع هذا المريض، واذا ثبت انه المرض او وظائف الكلى مختله لمده تزيد عن 3 أشهر بالنسبه لي انا هقول ان دوت كرونيك كيدني ديزيز، او يعني اللي هو اعتلال الكلى المزمن. ده التعريف. ده التعريف. طبعا انا ليه بقول كلمه فشل كلوي مزمن قاسيه؟ لانه النهارده الكرونيك كيدني ديزيز ده او اللي هو قصور الكلى المزمن بقى درجات، في الدرجه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه. طبعا الدرجه الاولى دي يعني بيبقى تقريبا وظائف الكلى تقريبا سليمه 100%، بس العين عنده شويه زلال، عنده مثلا نسيج الكلى في الموجات الصوتية متأثر شوية، عنده بعض الحصوات وحاجات من هذا القبيل. بتيجي الدرجة الثانية بيبقى برضو يعني وظائف الكلى أقل شوية، ولكن ما زالت الكلى تقوم بوظائفها. الدرجة الثالثة وهكذا. ابتداء بقى من الدرجة الرابعة يبدأ المريض فعلا إن هو يشعر بأعراض معينة، وطبعا الدرجة الخامسة دي هي آخر درجة اللي احنا بنقول عليها الاند ستيج رينال ديزيز، اللي عندها بيبقى العيان يحتاج إلى
اللي هو الاستصفاء الدموي اللي هو الغسيل الدموي اللي بقول عليه او زراعه الكلى. فيعني يا ريت نكلم العيانين بالطريقه دي وما نقولوش انت عندك فشل فشل كلوي ومزمن. حرام يعني. اللفظ اللفظ بيكون قاسي وقع جداً على المريض جداً نفسه جداً. ممكن يكون عنيف. بالظبط. حضرتك في التعريف قلت جمله مخيفه جدا وفي نفس الوقت مهمه جدا، ان المريض قد يلحق بنفسه شيء ويعمل في نفسه حاجه فتؤدي الى الفشل الكلوي. ما دي الاسباب. ما هي دي بقى الاسباب. ما هو ده هيجرني لسؤال عن الاسباب، والاسباب في الكتب صفحات عديده بالظبط كبيره كده. بالظبط. لا احنا ممكن نقولها بشكل مبسط. طبعا اسباب الفشل الكلوي المزمن او قصور الكلى المزمن، نمره واحد السكر دايبيتس ميليتس، ده تقريبا بيمثل حوالي 20 الى 40% من مرضى قصور الكلى المزمن. طبعا ده بيبقى اكتر كسبب للفشل الكلوي المزمن في البلاد المتقدمه، لان مرضى السكر يعني طبعا هناك في رعايه طبيه طبعا عاليه جدا، فتلاقي مريض السكر يعني بيعيش مدة طويله جدا جدا جدا، فبص تلاقي عدد مرضى السكر بقى كتير فعلا، فهنشوف فيهم القصور الكلى المزمن كثيرا طبعا. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى بيجي بعد كده اللي هو ضغط الدم، وضغط الدم ده بيمثل حوالي من 5% الى 20% حسب المكان، حسب الدولة، التوزيع الجغرافي وهكذا. طبعا الضغط يبقى نقدر نقول كده الضغط والسكر لازم الاتنين دول يتظبطوا على سنجة 10 لازم من البداية. يجي بعد كده بقى في عندنا اللي هي الالتهابات المناعية في الكبيبات الكلوية اللي هي الجلوميرونفرايتس، دي مثلا ممكن تمثل حوالي 10-20% من الحالات. في عندنا كمان اللي هو تيوبلو انترستيشال ديزيزز اللي هو بيبقى اعتلال في انابيب الكلى والأنسجة المحيطة بيها، دي ممكن تمثل من 20-30%، وطبعا بيندرج تحتها بقى اللي هو الإشعاع والنقرس والاستخدام السيء للمسكنات اللي انا هتكلم عليه دوت. في كمان العيوب الخلقية زي مرض مثلا تكيسات الكلى، ده عيب خلقي مشهور جدا، والعيوب الخلقية عموما بتمثل حوالي يمكن 5% من الأسباب. في بقى الذئبة الحمراء يعني وأسباب أخرى يعني كثيرة يعني، لكن الأسباب اللي احنا قلناها دي هي المهمة. فده هيجرنا لإيه بقى الأسباب دي؟ الأسباب ده هيجرنا إن احنا نمسك نقول يا جماعة اللي عنده ضغط لازم تظبطه، اللي عنده ضغط ما يقعدش يقول أنا عارف الضغط بتاعي بعرفه من دماغي، يقول لا لا أنا ما بقسي، أنا بعرف الضغط من دماغي، عنده صداع ولا ما عنديش. الضغط ملوش دعوة بالصداع، ممكن يبقى ضغطك عالي قوي قوي وانت مش عارف. فلازم المتابعة بالقياس. مريض السكر طبعا حركة يعني حركة يعني سيد اللي عارفين بقى في السكر دي الشغلة بتاعت حضرتك. فمريض السكر ده احنا بنقعد نتابعه كسكر، لا لازم ان احنا نعمل سكرينينج على الكيدني فانكشن. بالنسبة للمرضى اللي هم بتوع الجلوميرونفرايتس اللي هي الالتهابات المناعية، احنا لابد ان احنا early diagnosis، عايزين كشف مبكر عنها بسرعة بالزلال، سكرينينج بالزلال في البول، ونقدر ان احنا نتدخل بالعلاج ونقدر ان احنا نوقف المسألة دي. نيجي بقى على القصة اللي هي بتاعت استخدام المسكنات. احنا عندنا في مصر مفيش حد، انا كل ما يجي لحد في العيادة اقول له بتستخدم مسكنات يقول لي صداع، مفاصل، ظهر، اسنان، وطبعا السيدات ركب والركب طبعا الركب دي اساسيه الركب ركب بالظبط، والبنات اكتر الستات اكتر بكتير طبعا من الرجال. وطبعا استخدام بقى الهيل انهي ادويه، الباراسيتامولات كلها امنه طالما ان انا بستعملها بسرابيوتيك دوز اللي هي الجرعات المناسبه، انما الادويه المسكنه المضاده للالتهاب هي دي اللي بيحصل منها سوء استخدام بشكل غير عادي. يعني تلاقي حتى الراجل يجي يقول لي ايه انا ما اعرفش اشتغل الصبح،
لازم اقوم من النوم الصبح اشرب فنجان القهوه واخد القرص واشرب السيجاره معايا ابتدي اشتغل يعلي ضغطه وياخد يوميا يوميا على هذا. فطبعا الناس دول بيجوا هم عملوا كده في نفسهم بس هم معذورين، هم محتاجين حد يا جماعه استخدام المسكنات المضاده للالتهاب لازم نحد منها ولازم تبقى تحت اشراف الطبيب. الترامادول من اسوء الحاجات. والله شوف هو الترامادول يعني احنا حتى الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز لما يبقى عنده آلام شديدة جدا جدا فإحنا مش عايزين نديله المسكنات اللي هي المضادة للالتهاب، مش عايزين نديها له، هتبتدي تعمل أجريفيشن، هتزود القصور بتاع وظائف الكلى. فإحنا ممكن نستخدم ترامادول بشكل مؤقت بلو دوز، بجرعة قليلة حوالي 50 ميلي جرام في اليوم، ممكن عشان نعدي مرحلة كان فيها ألم مثلا بالاضافه الى الباراستامولات والحاجات اللي زي كده، ده ممكن. لكن طبعا انا مش هقدر استعمله على طول لان طبعا ده بيعمل ادمان وبيعمل طبعا مشاكل يعني اخرى. ديت فيما يتعلق بالاسباب. بس في نقطه بقى عايز اقولها برضو كمان، انا عرفت الاسباب، طب انا عايز اعمل كشف او تشخيص مبكر لهذا الموضوع. ايوه التشخيص المبكر ده بيجي ازاي؟ نمسك بقى يا جماعة اللي عنده ضغط، اللي عنده ضغط قست وظائف الكلى، عملت كرياتينين في الدم. اللي عنده سكر انت عملت كرياتينين في الدم، فلابد امسك مين بقى اللي عندهم ضغط واللي عندهم سكر واللي بيستعملوا مسكنات، تمام؟ والناس اللي هم اللي عندهم النقرس، الناس اللي عندهم تاريخ مرضي لحصوات التهابات في مجرى البول، ألام مفاصل، الناس دي كلها كاتيجوريز مهمة جدا، لابد الناس دي كلها تعمل لها وظائف كلى من البداية. طب احنا عايزين بقى نعمل كشف مبكر على نطاق أعلى وسهل، نمسك والله نفسي في كده وحياة ربنا نفسي في كده، نفسي نمسك طلبة المدارس سيرم كرياتينين وعين البول، تحليل بول، تمام. خلصنا طلبة مدارس نخش على طلبة الجامعة نبتدي نشوف كرياتينين في الدم وتحليل بول ونعمل ترعى على الحكاية دي سهلة جدا جدا، نعمل ترعى على الحكاية دي وشركات حضرتك الأدوية. تحليل البول ده بالستريب شريط شريط حاجات سهلة جدا جدا جدا، لأن الفشل الكلوي المزمن ده هو بيكلف الدولة يعني ملايين ملايين ملايين، والعيان يا عيني بيبقى برضه مسكين. فإحنا النهاردة كان ممكن نعمل حاجات كتيرة قوي تقلل من الحكاية دي. برضه عندك برضه مثلا نمسك إيه الرياضيين كله، الناس اللي بيعملوا الرياضة دول أنا ما بقاش عارف يعني هل هم الفرق وفي جميع الألعاب دول شباب وبيبذلوا مجهود كبير جدا، هل الناس دول بيتعمل لهم سكرينينج لأمراض القلب وأمراض الصدر وأمراض الكلى وأمراض الكبد؟ في النوادي الكبيرة لكن في الحياة التانية لا. برافو عليك. الأندية الصغيرة يعني اللي على فكرة بس الأهلي والزمالك والمقصة هم دول اللي بتعمل لهم ده، كمان الأندية الكبيرة مش كلهم. أنا ساعات بسأل ولاد كده في الرياضة يقول لي لا محدش عامل لنا حاجة، أنا بستغرب دي، أنا بستغرب منها. خش بقى على موظفين البنوك، خش يعني نقدر المعامل نفسها فعلا ترعى ده. وطبعا برضو وزارة الصحة ممكن هي ترعى هذا الموضوع بالذات سكرينينج لمرض السكر، سكرينينج للضغط، البحث عن وظائف الكلى، البحث عن وظائف الكبد. دي الحاجات دي لو اتعملت واتعمل لها تشخيص مبكر هبص تلاقي احنا هنوفر فلوس كتير جدا جدا بعد كده للدولة. بشوف حالات كتير الفترة الأخيرة للولاد اللي بيروحوا الجيم في الشباب وتلاقيهم مكون عضلات كده وجه عنده سكر فجالي وقال لي انا بشتكي من الكلى وبتعامل بتعالج او بتابع مثلا مع استاذ كلى بيتابع الكلى بتاعته باظت بالظبط او شاف شرفت على البوظة بالظبط، فهو بيبقوا خدوا حاجات. انا عايز افهم من حضرتك برضو هل الحاجات اللي بياخدوها في الجيم ممكن توصل الكلام؟ والله شوف حضرتك هو في بعض حاجات طبعا الانابوليكس والهرمونات اللي بياخدوها دي ودي ممكن على فكره احيانا طبعا دي بتاثر على الكبد، بتعمل بقى طبعا كوليستيزيز وبتعمل مشاكل في الكبد
كتيره، توقف العصاره والى اخره. بالظبط كده. آه. لكن بالنسبه لينا برضو، ما هي الادويه دي برضو تساعد ايضا برضو على ارتفاع ضغط الدم، بتعمل سولت اند ووتر ريتينشن، فممكن ترفع ضغط الولد اللي هو اصلا كمان سسبتبل اللي عنده في طبعا. وارتفاع ضغط الدم هيعمل برضو مشاكل. في بقى المواد اللي هي الكرياتين والحاجات اللي بياخدوها كتير دي ساعات بتعلي قوي اليوريك اسيد، فاليوريك اسيد لما يعلى في الاولاد دول ولفتره طويله ممكن ياثر على الكلى. بالظبط. يعني دي نقطه. اكتر مرض له اعراض، يعني اعراض كتيره وكل حاجه بتتاثر بالزبط. في حاله الفشل الكلوي المزمن عايزين في كل مجموعه حضرتك وانت بتشرح لنا الاعراض كده تقول لنا بس لو حصل كده نقلق، يعني كل حته كده قول لنا الحته اللي تعامل اقل محمر تنور احمر. اسئلتك ممتازه بجد والله العظيم. شوف استاذنا بقى الدكتور وحيد السعيد ربنا يدي الصحه، ربنا يدي الصحه ويخليك، علمها لنا من زمان وقال لنا مره جمله، قال لنا بص يا اولاد، مريض قصور الكلى المزمن او يعني هنقول اعتلال الكلى المزمن، بلاش بقى الكلمه البايخه دي، دائم الزيارات لجميع التخصصات في الطب، يروح لبتاع القلب ويروح لبتاع الجلد ويروح لبتاع الصدر ويروح لبتاع الدم. هو بيفضل يروح برج اطباء. يطلع هو بيروح دايما البرج، هو بيفضل كده يعني ويعدي يشوف البرج ليه، بيبقى كل الاعداد جنب بعضها. ما بيحبش يروح بيروح برج الاطباء او العماره اللي فيها مجموعه كده، تلاقي ايه فيها مجموعه مثلا بالزبط. يروح لها يمسك بقى الدور الاول الدور الثاني الدور الثالث. بالظبط. فلو اتعرف القصه الموضوع ده انتهى. طبعا اول حاجه العيان بيحس بيها او اكتر جهاز حساس قوي لموضوع قصور الكلى الجهاز الهضمي. تبص تلاقي المريض يبدا يحصل له فقدان شهيه، يبتدي يحصل له غمامان نفس نوزيا، يبتدي يحصل له فوميتنج قيء. طبعا انا لما يجي لي واحد زي ده خلاص انا هتعامل معاه ازاي؟ انا ما اعرفش عنده ايه، هديله بقى الادويه بتاعه المعده والادويه اللي هي مضاده للقيء وكده. العين اتحسن خلاص مفيش حاجه، ده شويه التهابات بسيطه في المعده. لا، العين ما بتحسنش، العين تعبان، يروح رايح لدكتور تاني يقعد يقرر ويديله ادويه اخرى بشكل تاني. لا، هنا لما الاقي القيء مستمر والاقي غمامان نفس مش عايز ياكل، وبعدين كمان في كلمه احنا بقى بنخاف منها الزغطه، حصل الكلام ده هو انت بسرعه لازم تفكر في وظائف الكلى، لان العين بيجي في الاخر بقى بتلاقيه مستوي. ادي من الحاجات المهمه قوي اللي هو الجهاز الهضمي. في برضه حاجه في الجهاز الهضمي برضه، ما هو ايه اللي بيخلي الواحد بيبقى بيضل الدكتور؟ في هرمون الجاسترين. الجاسترين هرمون ده بيعلى في الناس اللي عندهم قصور في الكلى مزمن، فطبعا الجاسترين ده لما بيعلى بيبتدي يعمل حموضه، التهاب في المعده، فيقول لك انا فم المعده تعبان، انا عندي غمامان نفسي، يروح للدكتور يديله الدواء بتاع المعده. اوكي، مره تاني مره يجي ولسه اعمل له وظائف الكلى، ده كلام مهم جدا. ساعات يجي العين يقول لك انا طعم بقي متغير، لانه اليوريا اللي هي البولينه بتخرج مع اللعاب وتبتدي تتكسر بالبكتيريا اللي في الفم الى امونيا، وتطلع رائحه الامونيا من الفم. فدي كلها حاجات يا جماعه لازم الناس تبقى فاهماها، والدكتور لازم يفهم القاعده اللي احنا قلناها. ده بالنسبه للجهاز الهضمي. حته في الحته دي، في الحته دي اتفضل. العيان بيجي صحته كويسه، يعني جاي لحضرتك بالاعراض دي ومش مش باين عليه انه عنده حاجه خطيره؟ احيانا احيانا ما بيبانش. لكن لو في دكتور طبعا يعني دكتور يعني معلم، لا هيطلع فيه، هيطلع واحد اتنين تلاته اربعه. بس بيني وبينك العيان اصل بتاع الكلى ده هو يعني بص، بيجي لنا العيان اند ستيج رينال ديزيز وما عندوش اي تاريخ مرضي لاي حاجه نهائي، ونيجي نعمل التحاليل نلاقي وظائف الكلى متدهوره جدا، ويجي يقول لك ده انا تعبان بقى لي اسبوع، انا قبل اسبوع انا كنت زي الاسد. هو خلاص هو المرض وصل لمرحلة معينة من الأسبوع اللي فات، وبدأ بقى القيء وارتفاع الضغط وي إلى آخره. ده بالنسبة للجهاز الهضمي. طبعا كمان في شوية تقرحات بتحصل في المعدة، ويحدث نزيف أحيانا داخلي من الجهاز الهضمي برضه.
ده الجهاز الهضمي. ده الجهاز الهضمي. تاني جهاز. الجهاز اللي بعده الحقيقة هقدر أقول اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم، اللي هو القلب والأوعية الدموية. طبعاً القصور الكلى المزمن أول حاجة خطيرة بيعملها هو ارتفاع ضغط الدم. طبعاً بيرفع ضغط الدم جداً، وبعدين ارتفاع ضغط الدم ده هو نفسه بيدهور حالة الكلى وتبقى حلقة مفرغة. ارتفاع ضغط الدم ده هو في حاجة خطيرة جدا ومهمة جدا. أنا هدي للعيان ده إيه؟ أدوية؟ هدي له أدوية؟ ما هو العيان بقى جاي لعنده الضغط، ضغطه عالي. طب ضغطه عالي ليه؟ مش تدور يا دكتور؟ ده أول حاجة في العيان اللي ضغطه عالي، أول حاجة تتشك وظائف الكلى. لازم تعمل وظائف الكلى على طول عشان تقدر تلحق العيان في مراحل مبكرة. طبعا ارتفاع الضغط مع كسرة السوائل في الجسم، هو بيشرب مية وحاجات زي كده، ده بيبتدي كمان مع الوقت كمان بيبتدي يضعف عضلة القلب. يعني هو القلب نفسه بيتأثر كمان بالفشل الكلوي المزمن أو كسور الكلى المزمن، بيبتدي يحصل فيه اضطرابات في الوظائف الانقباضية والوظائف الانبساطية. دي حاجات مهمة جدا. نيجي بقى لغشاء الطمور. الغشاء المحيط بالقلب. الغشاء المحيط بالقلب. بيريكارديوم. بيحصل بيريكاردايتس. التهاب. التهاب. لو البيريكاردايتس ده حصل في مريض عنده قصور في الكلى مزمن، حالة يعني خطيرة. دي تعتبر احنا بنسميها في الطب بري تيرمينال. علامة في منتهى الخطورة. علامة في منتهى الخطورة وعلاجها غسيل ودلوقت. ما ينفعش اقول الصبح، دلوقتي. تمام؟ بس هي ساعات بتحصل في الناس بقى اللي هم اوريدي بيغسلوا، اللي هو ماشي على الغسيل المزمن ده، ساعات مثلا بيبقى الغسيل مش كفاءة الغسيل ضعيفة، فوت جلسة، فوت جلستين، فده ممكن يحصل. لكن العين اللي هو نيو بيشن لو وصل للبيريكاردايتس، لا. ده موضوع خطير جدا جدا جدا. واخيرا الاريثميا. اضطرابات كهربة القلب. اضطرابات في كهربة القلب. البوتاسيوم بقى عمال يطلع، عمال ينزل. والبوتاسيوم ده ابن العيبة، ابن لذينة. اي خلل فيه يعمل مشاكل. طبعا. عايز اروح للعظم. يعني العظم قبل ما نمشي النهاردة، العظم يعني في الجزء، احنا النهاردة الجزء الاول. مش عايز امشي قبل ما اطلع. لازم العظم. طبعا العظم هو احنا بنسميه اللي هو المينرال بونديز، او بنسميه الاسم القديم يعني اللي هو او مينرال بون ديس اوردر. الاسم القديم طبعا كنا بنسميه دايما رينال اوستيو ديستروفي. طبعا ده سببه الرئيسي. انا بيحصل لي ثلاث مشكلات. فيتامين د بيتم تنشيطه في الكلى، مش هيبقى نشط، وبالتالي الكالسيوم هيبتدي ينخفض. الفوسفور بيطلع من الجسم اساسا عن طريق الكلى، يبقى عدم وجود فيتامين دي وانخفاض مستوى الكالسيوم وارتفاع الفوسفور، الثلاثه دول بيعملوا تريجر على طول للباراثايرويد جلاند اللي هي الغده الجردرقيه. هي بقى تطلع الباراس هرمون، والباراس هرمون بقى هو اللي هيشتغل، هيبتدي يعمل بقى الاوستيوكلاست اكتيفيتي، ويبتدي يحصل بون ريزوربشن، ياكل ياخد الكالسيوم من العظم. ياخد الكالسيوم بقى من العظم، يخوخه. كلمه دي كلمه مصريه، يقول لك يخوخ العظم، او حتى بيسموها كده اوستايتس فايبروزا سيستيكا. بالظبط كده. بالظبط. وطبعا بقى الدنيا تبتدي تتدهور، ويبتدي يخش بقى في اوستيوماليشيا، ويبتدي يخش اوستايتس فايبروزا سيستيكا، اللي هو بقى العظم نفسه يحصل فيه نوع من الهشاشه العنيف. بالظبط. الكارثه بقى ان العظم دوت لما بيحصل فيه كده، احيانا المريض يشتكي من الام العظم، الدكتور بقى مش واخد باله، يروح مدي للعيان ايه؟ الادويه المضاده للالتهاب، المسكنات. يروح منيل الدنيا. يروح منيل الدنيا. قول له يا عم الله يكرمك. فكرني في، معلش، حته بقى دي بتاعت حضرتك، يعني سمير غانم الفنان العظيم في مسرحيه المتزوجون. كان راح يلبس البدل. فاكر المشهد ده؟ فجاي يظبط الجاكيت، البنطلون ضرب. راح ظبط البنطلون، الجاكيت ضرب. هو ده
هيجي يظبط العظم يعني يبوظ الكلب. بالظبط بالظبط. اه عشان كده انا لما يجي لي حد عظمه بيوجعه طبعا الستات الكبار بيبقى عندهم هشاشه في العظم، لكن لو هو حتى لو واحد راجل او شاب بيشتكي من عظمه ليه؟ في ايه عنده؟ لازم انا ادور وابقى حذر. في الاول ممكن ادي الباراسيتامول. الباراسيتامول طبعا يمكن الستات هيقولوا ده ما بيعملش حاجه، لا لو انا خدت قرصين باراسيتامول مع بعض هيعمل هيدي تاثير، وده يبقى علاج مؤقت لحد ما نبتدي نشوف التحاليل هتقول لنا ايه. عظيم، انت النهارده نورتنا واسعدتنا وهذا شرف كبير جدا. الله يكرمك. لي على المستوى الاعلامي ان انا قدرت اقنعك ان انت تنورنا. الله يكرمك. وللمبادره مصر العلم، لان احنا حصلنا على يعني يعني فارس كبير جدا في عالم البطنه في هذا الجيش الكبير جدا مصر العلم، وده شرف كبير جدا. الله يخليك. ثالثا وهو الاهم، ان احنا اكيد بقى لنا هيبقى لنا شعبيه ومشاهده في طب عين شمس جبار ان شاء الله، وفي كل كليات الطب ان شاء الله. ربنا يخليك طول ايامك يا بني. انت نورتنا يا فندم. الله يخليك. الاسطوره الكبيره والاسم الكبير وطبعا يعني العالم القدير استاذنا الاستاذ الدكتور اسامه محمود، كان في الناس الحلو كاريزما رهيبه وحضور ما شاء الله، وزي ما بيقولوا بدا بقى خلاص ياخد على علينا بقى، وبدات ايه بدانا نشوف التجليات الجميله. الله يكرمك. فاحنا منتظرين إن شاء الله. لانه انا عارف انه طلبه الطب في مصر والعالم العربي، العالم العربي كمان هيستفيدوا جدا من هذه المحاضرات. اعتقد انتوا النهارده خدتوا، يجي لكم بقى سؤال الكورونا كلينر فيلم ما تعرفش تحل بعد اللي سمعته ده، يبقى ما ينفعش. يبقى احنا ما قلناش حاجه. لا يا باشا، فهو لازم يراجع. هو نذاكره تاني وراجعه تاني، وعندك الاعداد تتفرج عليها كتير. نورتنا يا فندم، شرف كبير بهذه الحلقه. الجزء القادم سنتكلم فيه الجزء الثاني من الكرونيك لنتكلم مع استاذنا الجليل. خليكم دايما مع الناس الحلوه.